لأن القدس ما كانت أبداً مدينة ككل المدن، ولأن الحكاية لا تصيغها الجيوش ودبابات العسكر، لأن مسيرة التاريخ لا تصيغها الخرافات ولا روايات الزمن الغابر، لأن الحق يبقى مفتاح الذاكرة وطريق العدالة القادمة. نستذكر تاريخ سقوط المدينة في ذكرى احتلالها في اليوم الثاني لعدوان عام 1967. نستذكر التاريخ وعيوننا ترحل إلى مدينة ما ركعت إلا أمام خالقها، ومدينة ما تسامحت يوما مع من يحرق إرثها أو يهدم بيتا فيها. كانت وستعود كما في كل مرة، تنهض من رماد النكسات لتنتصب من جديد، تعود في معابدها الخاشعة وبيوتها العامرة، وتعود في شوارعها وأبوابها المشرعة. ولأن السلام لن يأتي إلا عبر بواباتها المشرعة وأزقتها الملونة بالحياة. صباحنا هذا يبدأ بالقدس، مدينة السلام والصلاة، مدينة المدائن. نعم، صباحنا غير، ونبدأ بالعناوين. بعد فقرتنا الإخبارية رح ينضم لنا في بث مباشر من القدس الباحث خليل التفكجي، خبير الخرائط والاستيطان وخبير في شؤون القدس، للحديث عن ذكرى النكسة واحتلال القدس. ومعنا في استوديوهاتنا بالناصرة المؤرخ والباحث دكتور جوني منصور. من الفقرة اللي بعد هيك رح نحكي عن ألوان الطعام، السكريات والنشويات، أيها مفيدة وصحية للجسم وأيها مضرة، ورح تحكي لنا وتحدثنا خولة أرسلان، معالجة في الطب الصيني ومحاضرة في شبكة كليات ميديكال. عن شكاوي المزارعين في بلدة كفرمندا من تدفق مياه المجاري على حقولهم وتسبب بأضرار فيها رح يحدثنا السيد مصطفى عبد الله عبد الحليم. بعد هيك الزميل مرشد ببار رح يكون معنا بفقرة نحو المونديال وآخر الأخبار الرياضية. عن العمل الاجتماعي وتوظيف الأمثال الشعبية في الأدب رح يحدثنا أحمد الصح ناشط اجتماعي من بلدة عرابي، وعن العشر الأواخر من الشهر الفضيل رح تحدثنا أم مبارك فتحية خطيب الباحثة في التراث. نعم، أولى فقراتنا في صباحنا غير كالمعتاد عناوين وتفاصيل الأخبار الإخبارية من شتى الصحف والشبكات التواصل. نبتدئ مع أول خبر. أول خبر تحديدا دوريد من النقب، ووصف النقب بأنه بناء عربي يعني له طابع إرهابي. وفي تفاصيل لهذا الخبر، عرض وزير الإسكان الإسرائيلي يوآف غالانت خلال لجنة الداخلية يوم الاثنين في الكنيست خطة سهم للجنوب، والتي تصبو إلى ترسيخ حالة حصار سكاني للتوسع العربي في النقب على حساب القرى مسلوبة الاعتراف. ووصف غالانت البناء العربي في النقب بأنه إرهاب، وادعى أنه جزء من توسع فلسطيني إسلامي مقره جنوب جبل الخليل. نعم، وحسب خطته، خطة جالنت التي تمت المصادقة عليها قبل عامين ونصف العام، ستتم إقامة 4 بلدات قروية يهودية على طول الشارع بين بير السبع وديمونة، وإقامة 5 بلدات جديدة وهي نافيغوريون ودايا شيلاح دانييل وإيشلهنسي، وإقامة مدينة عير أوفوت في منطقة العربة، ومستوطنة حنون في غلاف غزة، بالإضافة إلى إقامة 5 قرى زراعية لليهود في منطقة عراد، وإقامة مدينة كسيف في منطقة كسيفي لليهود المتدينين. وتضاف إلى هذه القائمة إقامة مستوطنة حيران على أنقاض قرية أم الحيران المخطط إخلاؤها إلى جانب توسع قرى يهودية قائمة. كما وصرح الوزير أن الجنوب تحت هجمة شرسة ليس من غزة فقط، بل من البدو الذين يسيطرون بصورة غير قانونية على الأرض، وبالتالي على الحلم الصهيوني في النقب. هنالك 2700 بؤرة في كل أنحاء النقب، عدا 18 قرية معترف بها. حجم البناء غير القانوني خرج عن السيطرة. البدو يسيطرون على نحو 3% من مساحة الدولة، وعلى البدو الانتقال إلى القرى والبلدات 18. وهي كانت تصريحات الوزير غالانت. نعم، عبر الهاتف بنضم لنا سيد سامر سويد مدير المركز العربي للتخطيط البديل. صباح الخير لحضرتك. صباح الخير علينا. نعم، نتحدث على يعني معطيات جديدة، على يعني على هدم جديد ومستمر، بنحكي على أكثر من بيت منزل سنويا
وكثير غرامات عمالها تصرف إذا صح التعبير، كيف تقدر تحدثنا أكثر؟ طبعا يمكن المعطيات وتحديدها بهذا الشكل أو تركيزها بهذا الشكل هي جديدة، بس الواقع هو مش جديد. صحيح، مشكلة الهدم والملاحقة بالغرامات هي مشكلة قائمة منذ عدة سنوات. السبب الأساسي لخلق هذه المشكلة هي عدم التخطيط في البلدات العربية. يعني لا يمكن أن تتوقع من مواطن أن يبني بيت مع ترخيص وأن لا تعطيه إمكانية أين يبني البيت، ولذلك فهذا طبيعي. أريد أن أنوه لنقطة أنه في البلدات العربية الغالبية الساحقة من مخالفات البناء أو يعني من البناء غير مرخص هي لهدف واحد وحيد وهو المسكن، وهو حق أساس لكل مواطن في كل دولة. بينما في البلدات اليهودية مخالفات قوانين التنظيم والبناء بشكل عام هي مخالفات اقتصادية، يعني توسيع ورشات وأماكن عمل وإلى آخره، يعني لا نتحدث عن حق أساسي، وهذا فرق شاسع. ولو مؤسسات التنظيم والتخطيط تحترم نفسها كانت ستضع الإصبع على القضية الأكثر حارقة وهي التخطيط في البلدات العربية، ولكن بدل ذلك هنالك تعامل سياسي وليس مهني مع هذا الموضوع، وهذا التعاون يعني أوضح تجلياته هو قانون كيمينيتس الذي يهدف إلى تطبيق هذا القانون الجائر بدل من أن يسرع عملية التخطيط. أستاذ سامر، هذا بالنسبة لموضوع يعني الغرامات اللي عم تفرض، وأيضا أنه المعطيات تشير مثل ما تفضلنا وتفضلت حضرتك أنه إسرائيل تهدم أكثر من 200 منزل سنويا. بدي أعود معك للخبر الأول اللي تسرقنا له، وكل الموضوع أيضا في النقب، يعني ومثل ما وصف الوزير جالنت يعني هنالك وكأنه توسع فلسطيني إسلامي مقره جنوب جبل الخليل، وبالتالي يعني يصرح بأنه هذا يهدد الحلم الصهيوني. مجددا نتحدث عن قرى مسلوبة الاعتراف، عن تضييقات لإخواننا بالنقب، وبالتالي أيضا يعني عدم إتاحة الإمكانية لإلهن بالتوسع الطبيعي والشرعي جدا. تعليقك على هذا الموضوع أيضا. أولا هنالك موضة أن كل وزير أو شخص سياسي يريد أن يرفع من أسهمه فيبدأ بالتحريض على العرب، وهذا لا يتعلق فقط بقضايا الأرض والمسكن وإنما بكل القضايا التي تتعلق بالعرب. الوزير جالانت وزير الإسكان هو أعلن أنه سينضم إلى حزب الليكود وهو يريد أن يرفع أسهمه هناك فيزيد تحريضه على العرب، وهذا طبعا غير مقبول، ولكن هذه هي السياسة الإسرائيلية وهذا هو المناخ السياسي السائد. بالنسبة لأهلنا في النقب، الدولة لا تريد أن تحل المشكلة وإنما تريد أن تدير المشكلة، لأن الحل واضح وهو اعتراف بالقرى القائمة وإعطائها الإمكانية للترخيص والتنظيم بشكل صحيح وبشكل لائق لكل قرية في سنة 2018. ولكن بدل حل هذه المشكلة هم يريدون إدارة الصراع، إدارة هذه المشكلة عن طريق مخططات عديدة تهدف بالأساس إلى تهويد الحيز العام وإلى تقليل أو تجميع أكثر عدد من العرب في أقل عدد من المساحة. ويمكن أستاذ سامر يعني جزء من يعني التصريح اللي احنا يعني ننظر له ايضا بعين الخطوره، مثل ما ذكر الوزير انه على البدو الانتقال الى ال 18 قرية، ويعني هذا نتحدث عن جيتو، يعني إذا بدنا نتطرق أيضا لعدد يعني السكان والمواطنين في منطقة النقب، هون في يعني تناقض وفي أمور أيضا ممكن تكون ومش ممكن أكيد أنه هي غير قانونية بالتعامل وترحيح. مع هذا الموضوع يعني لا يوجد مثال أكثر صارخ من موضوع أم الحيران، تهجير المواطنين العرب وإقامة مستوطنة يهودية مكانها، يعني لا يوجد أكثر من هذه البشاعة لهذه السياسة، وهذا أبشع تجليات السياسة العنصرية. ويريدين أن تكون سابقة أم الحيران للعديد من القرى، وهنا يجب الدعم لمواطني النقب. هنالك مخطط بديل للاعتراف بهذه القرى وهو مخطط مهني على من الطراز الأول،
ويجب أن تأخذها كل مؤسساتنا وتطالب به تخطيطيا أن يتم المصادقة عليه. هذا المخطط يتيح الإمكانية للاعتراف بهذه القرى، ويتيح الإمكانية أيضا لخلق نوع جديد من القرى، وهي قرية بدوية زراعية، وهو نوع آخر من القرى الذي يتيح أيضا مساحات لأن يقوم المواطنين بحاجاتهم التي يقومون بها اليوم. طبعا كل هذه السياسة ليست غريبة، هنالك العديد من التقارير التي كانت من السابق برافر وغيرها التي تريد إخلاء العرب البدو من بيوتهم وإخلاء النقب من مواطنيه العرب وتجميعهم في جيتوهات كما ذكرت حضرتك، ولكن كل هذه السياسات لم تنجح حتى الآن بسبب صمود الأهالي هناك، بسبب التمسك بالأرض والتشبث بالأرض، وهذا قد يكون كافي بمرحلة معينة، ولكن يجب زيادة الدعم هناك، يجب أن تقوم الجهات الفاعلة في كل مجتمعنا العربي بالتركيز على هذا الملف الشائك ووضع برامج عينية لكي إن شاء الله. تتم نعم. المحاربة. وهنالك يوجد برنامج تخطيط، ويوجد مخطط للاعتراف في وقته عندما قام النائب أيمن عودي بمسيرة من النقب إلى بيت رئيس الدولة قدم له هذا المخطط، وهذا مخطط معمول حسب الأسس المهنية، ولكن يجب الإصرار والمطالبة دائما بكل تأكيد، بالدعم. بكل تأكيد إن شاء الله هذه الصرخة تصل وصداها يستمر، لأن صرختنا ما أجت من اليوم وإنما في سنوات سبقت وولت. يا رب يصير في تغيير. كنت معنا السيد سامر السويد مدير المركز العربي للتخطيط البديل، كنت معنا عبر الهاتف. نعم. وإلى عنوان آخر، من سياسة التضييقات، سلب الأراضي وهدم البيوت، إلى الاعتداءات على يعني أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل، وتحديدا في صفد، متطرف يهودي يهاجم سائق حافلة، هاجم متطرف يهودي سائق حافلة عربيا ووجه ضده شتائم ومسبات يوم أمس في مدينة صفد، وبحسب المعلومات المتطرف عفوا بحسب المعلومات المتوفرة رفض المتطرف اليهودي دفع الأجرة للسائق العربي وهدد بذبحه وشتمه، ثم فر هاربا من الحافلة، واستدعى السائق وقدم شكوى ضد مهاجمته، ولم يبلغ عن اعتقال المعتدي لغاية الآن. هذا وازدادت الاعتداءات على المواطنين العرب الفلسطينيين في أراضي 48 من قبل متطرفين يهود في الآونة الأخيرة، وطبعا كل هذا دريد في ظل يعني أجواء التحريض اللي تغذيها الحكومة اليمينية المتطرفة. طبعا. الخبر الآخر، نتحدث عن مجلس الحريات يطالب وقف الملاحقة السياسية لمهرجان النقب. أبرق مجلس الحريات والمكون من 20 منظمة حقوقية عربية ويهودية أيضا وبعض الشخصيات الاعتبارية برسالة إلى وزيرة الثقافة ميري ريجيف، وهي من حزب الليكود، موضحا أن أوامرها الأخيرة وتصريحاتها ضد مهرجان النقب بسبب استضافة مشروع معترف بهن يعد ملاحقة سياسية مرفوضة. وأوضح المجلس أن الوزيرة كانت قد أصدرت مؤخرا أوامر تقضي بفحص مضامين مهرجان النقب بإدعاء أن استضافة مشروع معترف بهن والذي أنتج من قبل نساء عربيات في النقب ويجسد معاناة سكان القرى غير المعترف بها يعتبر تحريضا وإثارة للغرائز، مضيفة أن منتدى التعايش في النقب والذي دعم مشروع معترف بهن هو منظمة محردة وتسعى إلى تقويض ديمقراطية إسرائيل. ورأى المجلس أن قرار الملاحق الملاحقة السياسية للوزيرة والذي يستهدف الأصوات النقدية لسياسة الحكومة خاصة الصادرة عن المجتمع العربي يعد مسا سافرا في حريات التعبير، علما أن هذا أيضا مسا بالأساس للديمقراطية والتي من المفترض أن تشجع حرية التعبير للمجموعات المختلفة والتي تعبر عن نفسها سياسيا ثقافيا وأيضا اجتماعيا. ومن هذا الموضوع إلى خبرنا
الأخير في هذه الفقرة، من مساء أمس ضجت يعني القنوات الإخبارية ووسائل الإعلام بهذا الموضوع. منتخب الأرجنتين يلغي مباراته مع إسرائيل في القدس بسبب مظاهرات صاخبة ضد الزيارة. في تفاصيل هذا الخبر، أفادت مصادر إخبارية أرجنتينية مساء أمس أن المنتخب الأرجنتيني قرر إلغاء مباراته الودية مع المنتخب الإسرائيلي التي كان من المزمع أن تعقد يوم السبت المقبل في استاد تدي في القدس. وبحسب المعلومات الأولية، فإن إلغاء الزيارة جاء في أعقاب مظاهرات صاخبة عمت الأرجنتين ضد الزيارة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني. طبعا وهذا كان من يعني من المقرر أن يصل لاعبو المنتخب الأرجنتيني وأعضاء الإدارة الفنية ومسؤولو الفريق إلى البلاد يوم الخميس المقبل، حيث سينزلون في أحد فنادق مدينة القدس الفخمة ويزورون يوم الجمعة حائط البراق. لكن من الناحية الثانية يعني المبكى بالنسبة للإسرائيليين أو الديانة اليهودية، ومن ثم يوم السبت يلتقون مع المنتخب الإسرائيلي في مباراة ودية تحضيرا لنهائيات كأس العالم 2018 التي ستعقد في روسيا. نعم. ويشار أن هذه التظاهرات الصاخبة مثل ما ذكرنا عمت الأرجنتين، وكانت يعني هنالك أصوات معارضة وبشدة لهاي الزيارة. دريد، وإحنا بنتوقع أن كل موضوع يعني نقل المباراة من حيفا إلى القدس هذا كان يعني واحد من المسببات الجادة اللي سببت كله دروح على القدس، السفرات، المنتخبات، الأوروفيزيون كمان الأوروفيزيون طبعا. طيب، وبهذا الخبر نكون وصلنا إلى ختام فقرتنا الإخبارية لهذا الصباح. صباح الخير لجميع المتابعين. في الفقرة الأولى رح نتحدث كيف ما افتتحنا افتتاحية هذا النهار، نتحدث عن ذكرى النكسة واحتلال القدس. منصبح بالخير ضيفنا في الاستوديو دكتور جوني منصور الباحث والمؤرخ، أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير. صباح الخير دكتور. نعم، يعني نتحدث عن تعامل الفلسطينيين مع الاحتلال في النكسة وما بعد النكسة ليومنا هذا. ويمكن صعب انه نوصف بدقائق قليله قضيه التعامل، انما احنا بنحكي عن احتلال قاسي، احتلال ظالم، احتلال يصل يعني لدرجه الاجرام بحق الشعب الفلسطيني. اذا بنفحص احنا من النكسه على الاقل، اذا بدنا ناخذ ال 51 سنه لانه هي المناسبه لاحياء ذكرى النكسه، الاحتلال ما قام فقط بعمليه احتلال وانتهى، انما هذا الاحتلال هو احتلال اللي فيه صفتين مركزيتين مثل ما عمل بعام 48 في النكبه. عمليا هو احتلال استئصالي، يعني يستأصل بمعنى ان يقتلع السكان، وهي واجه هنا مشكلة بسنة 67 لم يتمكن من اقتلاع السكان بالضفة الغربية مثل ما قام بال 48 في الداخل الفلسطيني، لكن كان في هناك عمليات تهجير وترحيل لعشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين اللي انضموا إلى اللاجئين في المخيمات. المسألة الثانية اللي بترافق هذا الاحتلال هي عملية الإحلال، بمعنى إحلال مشروع خطير جدا هو المشروع الاستيطاني. ولذلك يعني اللي بيقول لك انه اسرائيل هي ليست دوله كولونياليه وليست لا هي دوله كولونياليه بامتياز مع كامل المواصفات بعمليه اقتلاع وبعمليه الاحلال. هذا اللي عم بيواجهه الانسان الفلسطيني في الاراضي الفلسطينيه المحتله، وهون على وجه الخصوص في الضفه الغربيه والقدس العربيه، وقضيه قطاع غزه هي نفس الشيء، ولكن هناك حصار طبعا. بعملية تقطيع أوصال الضفة الغربية بمجمعات استيطانية رهيبة جدا آخذة بالتمدد من الغرب باتجاه الشرق، لدرجة أنه بتعيق حق الفلسطيني في التحرك أولا، ثانيا تعيق فكرة إذا كان بقيت هاي الفكرة إقامة دولة فلسطينية. يعني اليوم بالواقع اللي احنا عايشينه لا يمكن أن تقام دولة فلسطينية خلينا نسمي احنا شبه مستقلة ولها سيادة على أراضيها، وهذا بطبيعة الحال بالإضافة إلى الملاحقات والتضييق حتى على مستوى الحكم الذاتي اللي كنا نتحدث عليه قبل 15 سنة ما تم. اليوم حتى حكم ذاتي يعني أنا سميته مرة حكم بلديات. لكن المشكلة الأصعب هي منع الفلسطيني من التحرك خارج إطار الضفة الغربية بالجدار العنصري العازل اللي بنته إسرائيل، وحولت الضفة الغربية إلى سجن للفلسطينيين،
أضف إلى ذلك كل عملية السياسة الإسرائيلية الممنهجة في القدس اللي هي لإخراج أحياء من القدس، لتقليص الوجود والحضور العربي الفلسطيني في القدس، وبالتالي إلى تحويل القدس العربية إلى أحياء صغيرة جدا لا يتجاوز عدد سكانها 20%، وبالتالي بتفقد المدينة العربية الإسلامية المسيحية إذا بدنا نروحنا بالاتجاه الديني أيضا، بتفقد هويتها وبتفقد أيضا مكانتها لدى الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين في كافة أنحاء العالم. كيف بتصدقت وروج لها على مستوى دولي وعالمي؟ وهي المشكلة لما يصدر إلى الغرب أو يصدر للعالمية ترجع ككرة البينج بونج إذا بدك تسميها، لكن ككرة ثلج أكبر وأضخم مع أكاذيب أكثر وأكثر، وإحنا للأسف يعني منصدق اللي بيجينا من الخارج مع أنه طالع من عنا على جميع المستويات، وهي المشكلة الكبيرة. يمكن هون أنا بتفق معك بقضية الترويج، لأنه الآلة السياسية الإسرائيلية هي يعني استطاعت أن تجند الإعلام الإسرائيلي اللي هو مش بس أنه مرافق له، هو يصنع أيضا القرار ويطرح الأفكار ويروج لها، وخصوصا بهذه المسألة، مسألة القدس، وكأنه يعني القدس هي فقط لإسرائيل طبعاً. القدس هي فقط للشعب اليهودي دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى، وبالتالي تروج لأنه هذه خطوة على طريق التفاهم والتفاوض والسلام طبعاً. مع العرب كافة. واضح أنه هذا لا يمكن أن يحصل، حتى لو أنه العرب، إذا تحدث إحنا عن دول عربية، بنهاية الأمر سكتت، لكن الشعب الفلسطيني لن يصمت أبدا، وهذا ما نراه على أرض الواقع والمقدسة تحديدا. طبعا. دكتور، رح نتحدث أكثر تحديدا من هاي النقطة اللي تفضلت فيها حضرتك، كيف على مدار 51 عام، يعني بدون شك وسائل الإعلام كانت وسيلة أو أداة لتطبيق المخططات لعزل القدس وتغيير معالمها جغرافيا دينيا وتاريخيا، ولكن اسمح لنا أن ننتقل أيضا من القدس. معنا عبر الخط الهاتفي السيد خليل التوفكجي، خبير الخرائط والاستيطان والخبير أيضا في شؤون القدس. صباح الخير أستاذ خليل. صباح النور وتحياتي للدكتور جريج. الله يخليك. صباح الخير. اهلا فيك خليل. معنا في بث مباشر. فيك وبصبح عليك دكتور جوني منصور ايضا. اهلا فيك. يعني نتحدث طبعا عن ذكرى النكسة، وسؤالنا في البداية قبل الحديث عن الاستيطان وعن المخططات والمساعي لتغيير معالم القدس في كافة الجوانب، أستاذ كيف يعني النكسة طبعا أدخلت القدس تحت الاحتلال، ولكن سؤالي لحضرتك كيف يعني أثر هذا الواقع على تطور مدينة القدس من كافة المجالات والجهات؟ طبعا عندما قامت النكسة كان عمري في تلك الفترة 17 عاما، شاهدت المعارك في بأعيني لأني كنت موجود في داخل مدينة القدس، وطبعا شاهدنا في تلك الفترة ماذا يعني النكسة أو النكبة في هذه الفترة. طبعا كان قبل عام 1967 مشروع لتوسيع حدود بلدية القدس وأن تصبح عاصمة سياحية دينية في هذه المنطقة، وكان مشروع كانديل 1964 لتشكيل ما نطلق عليه اسم بلدية القدس، ثم أمانة القدس، ثم أمانة القدس الكبرى التي تصل حتى المنطقة الشمالية، بمعنى حتى منطقة رام الله ومنطقة العيزرية، وتضم أيضا القرى الفلسطينية. تقريبا مساحتها هنا في تلك الفترة 135 كيلومتر. وطبعا مدينة القدس عندما مرت في الفترة الأردنية مرت في عدة مراحل. في الفترة الأولى عام 1950 حتى عام 1959 كانت بلدية القدس صغيرة جدا، لكن نتيجة للتطور وبدأت الازدهار العمراني في داخل مدينة القدس بعد عام 1959، عندما ذهب كثير من الشباب الفلسطيني المقدسي إلى الخليج وبدأت هذه الأموال تصب إلى داخل مدينة القدس، فبدأ النهوض العمراني بشكل كبير مما أدى إلى أن تتطور هذه المدينة. جاءت طبعا عملية 67 قضت بشكل كامل على هذا المخطط، بمعنى أن تصبح هذه المدينة مدينة حضارية إسلامية مسيحية لكل العالم، يأتيها كل خاصة في أيام أعياد الفصح، وكان يأتينا من لبنان ومن سوريا ومن كل الخليج المسيحيين يصلون في تلك الفترة. وفي فترة من الفترات كانت الجمعة الحزينة الإسلامية مع الجمعة الحزينة المسيحية، وكانت هذه المدينة في تلك الفترة من أفضل أيامها وازدهارها. جاء قضية الاحتلال الإسرائيلي 67 مباشرة بعد 67، في ب26/6 تم توسيع حدود بلدية القدس أكبر حجم من الأراضي مع أقل عدد من السكان.
ايضا اعطاء الاقامه الفلسطينيه للمواطنين المقيمين وليس مواطنين، وايضا بدات عمليه الاحلال. يعني عمليه الاسرائيليين في داخل مدينه القدس بدات بشكل مباشر بعد 67 عندما تم مصادره 3345 دونم لربط القدس الغربيه مع الشرقيه في منطقه جبل المشارف او ما يطلق عليه ماونت سكوبس اللي هي الجامعه العبريه التي كانت ما بين ال 48 وال 67 اراضي اسرائيليه في داخل الحدود الاردنيه تحت اشراف الامم المتحده. حقيقة هذا الشيء الجديد في هذا الموضوع أن السكان الفلسطينيين في تلك الفترة حافظوا على تواجدهم، خافوا على أملاكهم، لكن كان هنالك استخدام لمجموعة من القوانين للمصادرات. فبدأت إسرائيل تستولي على المؤسسات الفلسطينية مثل مستشفى الحكومة الذي هو موجود في منطقة الشيخ جراح والذي هو يطلق اليوم هو القيادة القطرية للشرطة. هذا كان مستشفى حكومي تم الاستيلاء عليه. كانت هنالك محاولة للاستيلاء على مستشفى المقاصد، فتحول مستشفى المقاصد في تلك الفترة، نهضت الفلسطينيين والقيادات الفلسطينية في تلك الفترة وحولت الشعب إلى مرضى، والدكاترة لم يكونوا دكاترة من أجل المحافظة على هذا المستشفى وبقي حتى هذه اللحظة. أما المدارس فتم الاستيلاء عليها بشكل كبير، ثم بدأت القوانين الإسرائيلية. إذن المدينة كانت تنهض بازدهار، ثم تحولت اليوم إلى هامشية، بمعنى ليس لها أي قيمة إلا بالقيمة الجانب الإسرائيلي الذي يعتبرها هي جزء من الدولة أو جزء من العاصمة للدولة. طبعاً. طبعاً. وأيضاً ذكرت سيد خليل قضية المدارس ومضمون داخل هدول الجدران على مستوى تمرير مغلوطات أو مسائل مغلوطة اللي هي ضد فكرنا وضد أيديولوجيتنا، وطبعاً هذا احتلال وهذا الاستيطان. ستبقى معنا سيد خليل بإذنك ببث مباشر، وبالاستوديو معنا دكتور جوني منصور. تحدثنا مع السيد خليل طبعاً عن كل قضية الاستيطان وهذا القبعة أو العنوان الأساسي، نحكي على تأثيره في مجمل القضية الفلسطينية دكتور، باعتباره ترسيخ يعني وإدامة للاحتلال، أيضاً كيف ما بدينا بالحوار مع حضرتك. والواقع أنه الاحتلال ب 67 هو عملياً يعني أجهز على بقية فلسطين التاريخية. يعني ما احتلته إسرائيل عام 48 أكملته في عام 67، وأضافت إليه أيضاً احتلال بعض الأجزاء من البلدان العربية المجاورة مثل شبه جزيرة سيناء ومزارع شبعة في جنوب لبنان وهضبة الجولان. من جهة أخرى بدون أدنى شك أنه إسرائيل تحكمت ولا تزال تتحكم بكل الثروات الطبيعية والمقدرات اللي موجودة بفلسطين. ليس الحديث فقط عن منابع ومصادر المياه، وإنما أيضا عن كل التراكم التجاري والحركة التجارية والاقتصادية التي تشكلت في فلسطين قبل عام 48. نحكي على مستوى خطوط سكك حديدية، ومسارات تجارية ومواصلات وموانئ، نتحدث على مستوى يعني حتى من دول اليوم معادية إسرائيل، يعني نتحدث عن اقتصاد العراق وبلاد الحجاز تماما. ككل والأردن يعني كانت سوريا فلسطين ولبنان متصلة مع امتدادها العربي عام 48، على الأقل بقي جزء منه متصل مع هذا الامتداد العربي في الضفة الغربية وبقطاع غزة ضمن إطار محدودية الفترة الزمنية من 48 لل 67. بدون أدنى شك أنه احتلال إسرائيل البقية الباقية من فلسطين وإخضاع الشعب الفلسطيني في المناطق الفلسطينية بالضفة الغربية والقطاع لسلطة الاحتلال أدت إلى تغييرات جذرية في حياة الفلسطينيين وارتباطهم بالاقتصاد الإسرائيلي. هذا الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي ترك أثر سلبي على الاقتصاد الفلسطيني بحيث أنه أضعفه، وبالتالي أصبح الفلسطيني مرتبط ارتباط كلي ليس فقط بالاقتصاد الإسرائيلي وإنما أيضا بالاستهلاك. العمليا هو يتقاضى الراتب، ولكن في نهاية المطاف يرجع الراتب إلى المشغل أو إلى إسرائيل. وعفوا بدي أحكي كمان جملة يعني اللي كان كنا نتحدث فيها مؤخرا، يعني حتى على مستوى الترويج اللي بدأنا نفتح فيه ثلاثتنا مع المشاهدين بداية الحوار، المستوى الإعلاني والترويجي صحيح. أنه المنتج الإسرائيلي هو أكثر جودة من الفلسطيني أو العربي بشكل عام، وهذا خطأ، هو المتقن أكثر مطقن بمستوى الغلاف دكتور. طبعا، ويعني الادعاء الإسرائيلي الذي لا يزال حتى اليوم أنه المنتج الإسرائيلي هو الأفضل، المنتج الإسرائيلي هو ناتج من ذكي
من إنسان ذكي أنتجه هو الإسرائيلي الذكي، بينما المنتج العربي، وإحنا كلنا بنعرف كيفية استخدام الشغل العربي أو العمل العربي، علما أنه كل هذه البلاد، كل هذا الوطن من أقصى شماله لأقصى جنوبه تم بناء وإقامته على يد اليد العاملة العربية. أيضا طلع أنت على كل المنتجات، هي منتجات حصل، نحكي عن المنتجات الاستهلاكية طبعا. هي منتجات بيقوموا فيها المواطنين العرب وأيضا الفلسطينيين اليوم، يمكن بحيزات محدودة ومقلصة مش مثل ما كانت في السابق. ولكن أنا اللي بدي أقوله أنه أيضا المنتج العربي والمنتج الفلسطيني لا يقل أهمية وإتقانا وجودة عن المنتج ليس فقط الإسرائيلي بل العالمي أيضا والأمريكي طبعا وحتى الأمريكي. وذلك لما بتحدثوا عن عملية يعني المقاطعة، مقاطعة البضائع الإسرائيلية في أراضي الضفة الغربية المحتلة، عمليا في هناك بدائل. السؤال دائما إذا أنت بتقاطع بضاعة معينة أن تبحث عن البديل من الإنتاج المحلي حتى تتمكن أنت من ضرب المصادر الاقتصادي الإسرائيلي اللي هو عمليا الاحتلال، وبالتالي أن تشجع يعني مصادرك. ساعتها بدك تستورد يا أردن يا تركيا تماما. وبالإضافة يعني أنت ما رحتش بعيد، يعني رح تضلك تدفع الضرائب للاستهلاكية للمنتوجات. الحل الوحيد هو إنتاج محلي بالزبط. قدر المستطاع بالإمكانيات المتوفرة. يا رب هيك يصير ويكون ويدوم إن شاء الله. نعود إلى القدس وإلى السيد خليل. أستاذ خليل، يعني بالحديث بشكل عام عن الاستيطان بدون أدنى شك، يعني هو أثر بشكل واضح على القضية الفلسطينية بشكل كبير، وهو ترسيخ واستمرار في الاحتلال وصلب الأراضي وكل ما يتبع ذلك. إلى أي حد يعني حضرتك ترى في قضية الاستيطان اليوم هي واحدة من العوائق الجادة بالوصول إلى حل أو إلى يعني أفق سياسي باتجاه الحل؟ أولاً يعني بالنسبة للجانب الإسرائيلي كان لديه برنامج واضح منذ 67، هو هذا البرنامج سحب ما قبل 48 عندما بدأ الاستيطان في كل مكان في داخل في منطقة كريات شمونة حتى الجنوب، وهذه شكلت فيما بعد جزء من عملية الاستيطان وفرض الأمر الواقع على الأرض. طبعا نفس النتيجة هي نفس الأسلوب الذي استخدم بال48، نفس الأسلوب الذي استخدم بعد عام 1967 اللي هو لفرض الأمر الواقع. عندما تم توسيع حدود بلدية القدس تم إقامة المستوطنات حول المدينة، وهذه المدينة كان لديها أو هذه المستعمرات لديها كانت ثلاث اتجاهات رئيسية: التطويق، الاختراق، التفتيت. وطبعا في هذا الإطار عندما طوقت هذه المدينة بالمستعمرات الإسرائيلية بدأت الاختراقات للتجمعات الفلسطينية، ثم بدأ التفتيت الأحياء الفلسطينية. وهنا عندما نتكلم عن التفتيت، هذا مشروع وضع في عام 1990 عندما كان شارون وزير الإسكان في تلك الفترة، وضع إقامة بؤر استيطانية في داخل أحياء فلسطينية. وطبعا هذه عندما تتكلمين عن قضية مفاوضات وعملية أكثر من 220 ألف مستوطن إسرائيلي في داخل القدس التي احتلت بعد 67، أنه عملية نقل سكان طبعا بين قوسين، هنا نتكلم أنه هذا كيف ننقل سكان إذا سمع عملية حل. فبالتالي في المفاوضات هذه المستعمرات الإسرائيلية فرضت ما هو المستعمرات للإسرائيليين وما هو للفلسطينيين. هذا طبعا بنتكلم عن 2001. أيضا في هذا الإطار عندما كان قضية المفاوضات، كانت قضية المستعمرات الإسرائيلية في داخل مدينة القدس شغلة شائكة جدا، لأن المستعمرات ليست هي قرية صغيرة، نتكلم عن جيلو أو راموت حوالي 40,000 نسمة، يعني مدينة وليست مستعمرة إسرائيلية صغيرة تستطيع أن تفكفكيها أو تزيحيها أو هي مدن كبيرة وجدت حول مدينة القدس. أيضا في قضية إقامة الأحياء الإسرائيلية في داخل الأحياء الفلسطينية كانت عملية التفتيت. هذا التفتيت أدت إلى عملية كما ذكر الدكتور جوني في عملية الإحلال والطرد. هذه الأراضي التي تم مصادرتها من الجانب الفلسطيني هي كانت الاحتياط الاستراتيجي للفلسطينيين للنمو السكاني المستقبلي. نعم اليوم الفلسطينيين بدأوا تحويل قضية وجود المستوطنات أو الأماكن الاستيطانية مخططة مسبقا ولها مغزى ومعنى، يعني هذا الموقع محدد لفعل أمر معين، يعني الإفكت هو مقصود، هذا المعنى من السؤال. طبعا بالتأكيد. نعم. انه ما بنوا المستعمرة في رأس الجبل او في هذه، لا، هو كانت هنالك
في قضيتين رئيسيتين، البناء الاستيطاني هو في القضية الاستراتيجية الأمنية بالأولى، أنه عندما من ناحية الشرقية، وكانت النظرية ألون في تلك الفترة أنه الاحتلال الجبال المشرف على غوار الأردن، بمعنى أي هجوم من الجبهة الشرقية سنقضي عليه في الأغوار، وبالتالي التسلسل الاستيطاني بدأ من ناحية الشرقية. من الناحية الغربية اللي هي إحاطة التجمعات الفلسطينية أو القرى الفلسطينية بالمستوطنات، تقسيمها من الناحية الأمنية عن طريق الطرق، بمعنى الإحاطة بهذه التجمعات بالاستيطان ثم الطرق، هذا يعني التفتيت وعدم استطاعة أي انتفاضة أو أي شيء أمني يحدث في داخل هذه المدن. أيضا في نفس الوقت، وهذا قادها في تلك الفترة العيزر، ديفيد من العيزر قاد قضية البناء الاستيطاني خارج حدود بلدية القدس، اللي هي كتلة معالي أدومي من الناحية الشرقية، وكتلة جبعات زئيب من الناحية الشمالية الغربية، وجوشة سيوم من الناحية الجنوبية الغربية. هذه قادها بمفهوم القدس الكبرى المتروبوليتان. فبالتالي يعني عملية البناء الاستيطاني لم تكن هي عملية عشوائية، كانت عملية البناء الاستيطاني سواء كانت بناء على الأحواض المائية، أنه هنالك في أحواض مائية وبالتالي السيطرة على المياه الأحواض، أو من الناحية الأمنية، بالإضافة لذلك السيطرة على الحيز الكامل لهذه الأراضي الفلسطينية التي كانت فينا الإمكان أن تنمو بشكل كبير جدا. اليوم ما نشعر به في داخل مدينة القدس أننا أصبحنا كمخيمات، لا يوجد لديك إمكانية أن تتوسع. وهذه هي في نفس 48، يعني في لما تروح أي قرية فلسطينية بال 48 أراضيها صودرت وبقي سطح القرية مع بعض التوسعات القليلة، زاد عدد السكان بال 48 كان 1000 سنة سموه، اليوم نتكلم عن 14000. أين يذهبون؟ يذهبون البناء العشوائي غير منظم إلى غير ذلك، بينما تنظر إلى المستعمرات الإسرائيلية بشكل منظم بشكل مرتب، تخدم المواطن الإسرائيلي، تخدم الأمن الإسرائيلي، وتخدمه بكل المشاريع. فبالتالي الاستيطان الإسرائيلي في داخل مدينة القدس كان بشكل ممنهج، ولكن في نفس الوقت كان في خطين، هي ليست الخط الأول هو الاستيطان، كانت قضية السكان، عملية طرد سكان فلسطينيين وإحلال إسرائيليين. الصراع اللي وضعه لجنة جيفني في عام 1973 عندما كانت جولدا مائير رئيسة الوزراء في تلك الفترة، تكلم عن 22% سكان، السكان الفلسطينيين نموا، جاء الجدار اليوم، واليوم بتكلم عن إخراج أحياء فلسطينية والعودة إلى القدس الأردنية الصغيرة اللي هي 6.5 كيلومتر بأقلية عربية وأغلبية يهودية مطلقة، لأنه اليوم عندما يتكلمون عن البلدة القديمة وما حولها لا يتكلمون عن بيت حنينة. وقبل آخر الفترات عندما تكلموا العاصمة بيت حنينة بكيري عندما كان في عمان في 2015، أبو ديس لن تصلح عاصمة، لأنه العاصمة أبو ديس تحتاج إلى توسع من الناحية الشرقية معالي أدومي، من الناحية الغربية القدس، من الناحية الجنوبية أودية، من الناحية الشمالية إيوان اللي مستعمرات. إذن الحل الوحيد هو إقامة مدينة أو القرية بيت حنينة أن تصبح العاصمة، اللي هي توسعها باتجاه رام الله، وهو ما يجري اليوم. يعني نلاحظ فتح البنوك في منطقة بيت حنينة، البنوك الفلسطينية، أيضا التوسع العمراني الكبير في هذه المنطقة، فيظهر أن هنالك في شيء أن تكون العاصمة في هذه المنطقة، لكن على حساب أن تعود القدس الأردنية، لأن البيت حنينة لم تكن ولا يوم من الأيام هي جزء من مدينة القدس في الفترة الأردنية. العودة مرة أخرى إلى القدس الأردنية التي لا تتجاوز مساحتها 6.5 كيلومتر بأقلية عربية لا تتجاوز 100,000 نسمة، والباقي إسرائيلي، البلدة القديمة في داخلها، وبالتالي الذي يملك البلدة القديمة ملك العالم، ملك العالم بوجود الأماكن الدينية الإسلامية، وجود الأماكن المسيحية، وهنا يحج المسيحيين طبعا، وأيضا اليهودية باعتبار الحائط البراق هو جزء منها. بكل تأكيد يعني الحديث يطول ولا يكفينا العشرون دقيقة. يعني سيد خليل كنت معنا مباشرة، خليل التفكجي خبير الخرائط والاستيطان، خبير في الشؤون في شؤون القدس، شكرا لتواجدك معنا في هذا النهار. ونعود ونستكمل حديثنا مع دكتور جوني، أكيد رح نسمع منك تعليق على بعض النقاط، قيم جدا، قيم وصعب كمان طبعا. ولكن دكتور مثل ما حضرتك يعني افتتحت حديثنا اليوم،
بدون أدنى شك ما جرى في عام 67 ما زال اليوم يعني يتحكم في كل مناحي وجوانب حياتنا كفلسطينيين في الداخل. وطبعا اليمين الإسرائيلي يسيطر على الحالة السياسية، برفض حل الدولتين وما بدن حل الدولة الواحدة، والموقف الفلسطيني واضح، القدس عاصمة فلسطين الأبدية. يعني كيف ترى المستقبل وما هو الأفق لحل يعني هذه الأزمة؟ ما بدي أكون متشائم، لكن بالأفق القريب قريب إلنا علينا يعني بضع سنوات ما في هناك أي فرصة لأي حل. يعني الحكومة الإسرائيلية الحالية والحكومات السابقة، وإن كانت بعض الحكومات السابقة يعني كانت مرنة نوعا ما، لكن الحكومة الحالية بتركيبتها الحزبية السياسية هي حكومة متطرفة بامتياز من رئيسها إلى أصغر موظف، اللي صباحا مساء من مطلع الأسبوع وحتى نهايته يقومون بعملية تحريض على الفلسطينيين من قيادات، من زعامات، من أفراد ومن مجموعات بأنهم جماعة إرهابيين ولا يسعون إلى السلام. وبمعنى آخر يعني حكومة نتنياهو استطاعت مع الآلة الإعلامية على خلق واقع بأن الفلسطينيين لا يريدون التفاوض مع إسرائيل، الفلسطينيين لا يريدون السلام، علما أنه التجديد من قبل حكومة نتنياهو أنه يد نتنياهو ممدودة للسلام. هذا أمر احنا اصبح واضح بالنسبه لنا، واضح لكل انسان في العالم، انه نتنياهو يدير الصراع ولا يريد ان يصل الى حل الصراع. وهذا ايضا ينسحب مثل ما سمعنا في السابق بقضيه النقب، انه الحكومه الاسرائيليه وزاره الاسكان على وجه الخصوص تسعى الى اداره الصراع في تلك المنطقه وليس الى ايجاد حل جذري، لانه ايجاد حل جذري هو عمليا بده يرجعنا للمربع الاول. المربع الاول هو مش عام 67، عم بتحدث عن حق العوده ومسيرات العوده اليوم اللي عم تنطلق بغزة، وأيضا الدعم الفلسطيني في الداخل لهذه المسيرات شفنا في حيفا على وجه الخصوص طبعا. وأيضا الدعم العالمي هون في عودة إلى مربع عام 48 صح. لكن إسرائيل عم تمشي أكثر من عام 48، أكثر من عام 67، وتحديدا إذا بتحدث إحنا عن اليوم عفاف ودوريت، عم حدث اليوم حصريا 6/6/82 الحرب الإسرائيلية الأولى على لبنان. هذه ليست كانت حرب مثل ما بيعتقد البعض أنه ليوقفوا عملية إطلاق الكاتيوشا على الجليل على كريات شموني ولا على الجليل الغربي نهارية وغيرها، هذه كانت عملية مستمرة للقضاء على القيادة الفلسطينية ومنع الفلسطينيين من تحقيق عودتهم إلى وطنهم فلسطين. هذه كانت الحرب الأولى اللي كان الكل معتقد أنه هن بيصلوا لأربعين كيلومتر وما بيكملوا. لا، إسرائيل كان وقتها بقيادة شارون ومناحم بيغن وصلوا لبيروت، كان هدفهم تصفية القضية الفلسطينية. فعمليا ما تسعى إليه حكومة إسرائيل على طول الخط لغاية اليوم هو تصفية القضية الفلسطينية. تستطيع أن تتمثل ذلك في القدس. القدس هو نموذج جدا جدا صارخ، تحويل مدينة عربية، وذكر الأستاذ خليل التفكجي أنه كان في عندها كتير فرص أن تتطور بشكل طبيعي. اليوم لا تستطيع هذه المدينة العربية أنا بحكي أن تتطور، بل بالعكس هي تتحول إلى أحياء صغيرة تماما مثل حال قرانا العربية. قرانا العربية بعد المصادرات اللي تمت عبر الزمن تحولت إلى مخيمات. روحوا شوفوا قرانا العربية طبعا. مزبوط ناس بتبني، هذا حق الإنسان أن يبني، الناس بدها تعيش، هذا حق العيش، بس ما في أراضي، ما في مسطحات جديدة. فأنت اللي كان سنة 48 ألف بني آدم، اليوم صار في عندك أنت 14 و15 و20 ألف على نفس المساحة. واضح أنه إحنا تحول الفلسطينيون سواء كانوا في الداخل الفلسطيني أو في أراضي الضفة الغربية تماما إلى مخيمات. يمكن المخيمات هون أوسع بتتحرك شوي، لكن المخيمات بالضفة الغربية محاصرة يعني على نفس المبدأ مع بعض التغييرات. ولذلك إذا سألتيني أنه أنا شو شايف أفق، أنا مش شايف أفق حقيقة في القريب العاجل إلا بحل واحد، هو حل دولة واحد. وهذا إسا في عليه نقاش كبير جدا، أي شكل بده يكون، هل على مقاس إسرائيل حل دولة واحدة هو إلغاء الآخر، يعني واضح ممكن يكون حل يعني دولة واحدة وإلغاء الآخر وتحويل الآخر إلى يعني أسير ضمن إطار كل هاي الجيتوات والكنتونات اللي عم بتقيمها. هو يا حرب يا ترحيل، صحيح في بعض يعني. الأصوات الآن اللي بتنادي إلى ترحيل، وهي ليست أصوات جديدة إذا بنرجع إحنا للتاريخ. أصوات إسرائيلية طبعاً إلى الترحيل واضح يعني بكفي المخطط اللي لتبادل سكاني. شو التبادل السكاني؟ هي كلمة لطيفة، هذا ترانسفير ترحيل طبعاً. كلمة لطيفة عملية ترحيل، وهي ليست لطيفة حتى دكتور يعني هنا بلطفوها، هنا بيحاولوا يجملوها. رح نرجع 51 سنة لورا وندخل في قلب الحدث. دكتور بنضم لنا عبر الهاتف دكتور مهدي عبد الهادي، رئيس الأكاديمية الفلسطينية للشؤون الدولية. صباح الخير لحضرتك.
صباح الخير يا أخي. أهلا بك، الله يخليك. يعني 50 عام على النكسي، 51 عام كشاهد على هذه الهزيمة، كنت معاصر، يعني عشت هذه الفترة وفترة الاحتلال المستمرة طبعا منذ اللحظة ذاتها. صدمة الهزيمة التي عشناها، التي عشتموها في هذا الجيل، يعني سقوط القدس، حدثنا عنها. الحقيقة اليوم الوثائق المنشورة إن كانت إسرائيلية أو غربية أو حتى عربية بتسجل حقيقة عدوان حزيران 67. على سبيل المثال من جانب الإسرائيلي، موشي ديان بيعترف أنه هو كان يحاول يستفز القوات السورية في هجمات على في منطقة الجولان بانتظار أي رد فعل حتى يتم اشتباك. وبنفس الوقت كان في أحاديث أنه لا يستطيع أن يسكت كثيرا على صعود جمال عبد الناصر وقوة جمال عبد الناصر. وبالتالي كان في رد فعل مباشر من عبد الناصر بسحب القوات، بوضع قوات بسيناء وإغلاق مضيق طيران. وفي وثائق أيضا بتأكد أنه مصر انتظرت وقبلت ضربة استباقية عسكرية إسرائيلية، لكن ما توقعتش أنه إسرائيل ستستطيع أن تدمر حوالي 400 طائرة في يوم واحد. بنفس الوقت دخلت القوات الأردنية للضفة الغربية، إسرائيل حالا دمرت كل قرى عمواس ويالو وبيت نوبة، ودخلت القدس ودمرت حارة المغاربة واحتلال حائة البراق. وفي وثائق بتأكد أنه العسكر الإسرائيلي كان يتحدث بشكل واضح أنه غلطة العمر في الأجندة الصهيونية في أحداث أو حرب 48-49 لم يستوعبوا الضفة الغربية ولم يدخل الضفة الغربية، والآن فرصة العمر أن يدخل الضفة الغربية ويضموها لإسرائيل. وبالتالي صرح شارون بن أشكول في تلك الوقت رئيس الحكومة في حديث واضح وصريح أنه هذه بداية واقع جديد في الشرق الأوسط. وبالتالي ديان أعلن أنه بنتظر تليفون من القاهرة أو من عمان من أجل التفاوض. حتى وثائق بتكشف، وأنا نشرت في إحدى الكتب عن لقاءاته مع شخصيات فلسطينية، فدوى توقان وقدر توقان وحمدي كنعان، وأرسلهم إلى عمان للحديث، تعالوا نتفاوض إيش المستقبل وإيش الحل. لكن هو طرح رؤيته اللي هي لحد اليوم ماشية، افتحوا الجسور، بمعنى أعطوا عمق عربي للخروج الفلسطيني منه، وبنفس الوقت سهلوا الأمور الحياتية اليومية لإمكان إسرائيل السيطرة على سياستها ورؤيتها. فكانت صدمة الحرب بمعنى سقوط جمال عبد الناصر، البعد القومي العروبي، سقوط القدس بالتحديد، واحتلال البلدة القديمة، ودخول ديان وسركيس ورابين على البلد القديمة. ردة الفعل المجتمع المدني الفلسطيني كانت في صدمة الهزيمة خوف. وبعد ذلك يعني أستاذ، يعني تنحي عبد الناصر هذا كسر شوكة المصريين أكثر وأكثر، وما في مقاومة. يعني إذا لم يتنحى، نرجع إلى السابق، كان ممكن تكون في استمرارية مختلفة أو 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 صوت صمودي آخر لتصدي الاحتلال. صدمة الهزيمة فتحت 3 جبهات. الجبهة الأولى عبد الناصر في الأجندة الدولية وتكليفه للملك حسين، اذهب إلى واشنطن وحاول تتفاوض معهم واقبل ما يطرحوه حتى يخرجوا من الضفة الغربية، وأنا لن أقبل إلا تحرير الضفة الغربية والقدس أولا. ففي كانت جبهة دولية لعبد ما بعد الاستقالة. البعد الأردني كان في الحضن الأمريكي يبحث عن مفاوضات وعن حلول، وإسرائيل كانت تقول باستمرار لن أستطيع. البعد الفلسطيني الحقيقة لأول مرة انشق على 3 جبهات. جبهة بالخارج بمعنى محاولة بداية المقاومة الفلسطينية، معركة الكرامة، ثم المعركة الأهلية في أيلول 1970. والطرف الآخر الداخلي هون، وبعتقد وتحدثت فيها مع كثير إخوان من الداخل، بمعنى هل إحنا أخطأنا بال67 أننا لا نتعامل كشعب وكقضية بشكل كامل مع هذا الكيان الإسرائيلي، وقبلنا هذه التجزئة 48 تبحث عن موقعها ومقعدها في الكنيسة، الخارج الفلسطيني يبحث عن المقاومة بدءا بالكرامة وبداية ظهور حركة الفدائي وتشكيل منظمة التحرير إلى بعد نضالي، والداخل الفلسطيني
الضفة الغربية وقطاع غزة تنتظر أموال الدعم ودعم البلديات. وهون دخلنا مرحلة الصمود من 70 لـ 82، وكان عبد الناصر أو الملك حسين أو حتى عرفات 69 دخول منظمة التحرير بمفهوم الصمود، عض الأصابع، تحمل الألم دون الانكسار، البحث عن واقعية جديدة في حياة المستمرة في المستشفيات والجامعات والسوق. لكن استمر الانقسام الفلسطيني في ثلاث جبهات، أنت تبحث عن مقعدك في الكنيسة، وأنا أبحث عن مقعدي في البلدية، والخارج يبحث عن مقعده في المقاومة، والبعد الرسمي العربي القاهرة وعمان تبحث عن دورها في الأجندة الدولية مع واشنطن، تطبيق 242 مجلس الأمن. وهذه المرحلة الصمود اللي انعكست على مراحل تانية متتالية، وبالتالي احنا لم نقع في سلة واحدة فقط، بمعنى صدمة الحرب والهزيمة أو صدمة أو مرحلة الصمود والمحافظة على الكبرياء الفلسطيني أو الانشقاق الداخلي. انتقلنا إلى مرحلة أخطر، وهي مرحلة الاشتباك والاغتيالات الفلسطينية. إسرائيل نجحت في سلسلة من الاغتيالات للقادة الفلسطينيين مثل عادل الزعتر في روما، محمود الهمشري في باريس، حمامي في لندن، وأيضا قبل غزو لبنان ب 82 احنا كحركة وطنية فلسطينية او بالتحديد منظمة التحرير فتحت لأول مرة الحوار مع اليسار الإسرائيلي، وجابهنا عدة مشاريع، مشروع ريغن ب 82، مشروع جنيف برجنيف ب 82، والقمة كانت هي الحوار الفلسطيني الأردني، البحث عن كونفدرالية باتفاق الملك حسين وعرفات ب 11 شباط 1985. فكانت في مرحلة اشتباك ومرحلة اغتيالات، وهذه أدت بشكل واضح وصريح إلى المرحلة الرابعة، وهي مرحلة الانتفاضة ب 87 لـ 90. ومرحلة الانتفاضة بدت برؤية داخلية وطنية فلسطينية بعد أكثر من 20 سنة من الاحتلال، تقول بشكل واضح: لا أستطيع أن أتغلب عليك، لا أستطيع أن أتجاوزك، وأنت لا تستطيع أن تأخذ مني فلسطين، دعنا نتحاور، دعنا نتعارف، دعنا ندير ملف أو عجلة التبادل الاعتراف. وهون كان لقاء فيصل الحسيني التاريخي مع عميراف، وهون كان تأثير الداخل الفلسطيني على قيادة منظمة التحرير، اقبلوا أجندة الانتفاضة، كان مؤتمر الجزائر بال 88 وإعلان عرفات الاستقلال. ولأول مرة كل التيارات الفلسطينية بما فيها الشعبية والديمقراطية والآخرين، وقبل ظهور حركة حماس، من أجل الانتفاضة، من أجل حجارة الانتفاضة، من أجل هذا البقاء، دعونا نقبل الحديث عن المستقبل فقط 22% من فلسطين، وهي الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس. يعني بدون شك كلها دكتور مهدي هي مراحل اللي يعني مفصلية وأثرت على القضية الفلسطينية بشكل مباشر. نشكر مداخلتك القيمة معنا في هذا الصباح، وخصيصا في هاي الفقرة، رئيس الأكاديمية الفلسطينية للشؤون الدولية دكتور مهدي عبد الهادي. دكتور جوني، يعني كيف بدي أصيغها، مش عارف كيف. لو نرجع شوي صغيرة كمان مرة في الزمن، وما عملنا كل المفاوضات الأردنية الأمريكية الفلسطينية اليسار الإسرائيلية، كان الوضع ممكن يكون مختلف إذا بنطلع نظرة من الخارج وبقبعتكم. يعني طبعا احنا هذه بس من باب تخمين، يعني اذا بنستخدم انها فيما لو، يعني بالتاريخ وبالعلوم السياسيه بنستخدم مثل هذه المصطلحات، لكن بدنا ناخذ كفرضيه طبعا. يعني انا اذا بدي اخذها كفرضيه وبدي ارجع لورا بالشريط، سمح الشريط السينمائي او الفيلم، انا كنت بتوقع انه اسرائيل كانت بتكثف اكثر ضرباتها ومعاركها وحروبها ضد الفلسطينيين اولا وضد العرب، لأن وجود اسرائيل لا يمكن له أن يستمر إلا بإضعاف المحيط، إلا بإضعاف المحيط. أضعفت الآن إسرائيل بالـ 48 أضعفت الفلسطينيين في الداخل، بـ 67 ضربت الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بـ 82 ملاحقة ومتابعة القيادة الفلسطينية في لبنان، بعد ذلك كل سلسلة الاغتيالات للقيادات الفلسطينية في مختلف أنحاء العالم بقيت مستمرة، وما زلنا نسمع حتى اليوم أصوات من سياسيين إسرائيليين تنادي باغتيالات، وهذه طبعا يعني ترقى إلى مسألة جريمة، يعني إنسان يحرض على اغتيال شخصية معينة هذه جريمة. أضف إلى ذلك أنه إسرائيل تسعى أيضا إلى يعني
تجييش العالم وتحريك العالم للحرب على إيران. يعني أنت بتشوف مش بس المحيط وإنما تعدى ذلك، لأنه كل المفاهيم العسكرية المتعلقة باستخدامات الأسلحة وخاصة الصواريخ تغيرت. يعني اليوم أنت مش بحاجة أنك أنت كجيش أنه يضع بطاريته الحامل الصواريخ على الحدود، ممكن أنه تكون بمحل بعيد آلاف الكيلومترات وأن تصل. لذلك أنا باعتقادي أنه إذا رجعنا إحنا إلى الوراء لا يمكن ما تقوم بإسرائيل أن يكون متغير. يعني ما تحمله إسرائيل اليوم من سياسي هي نفسها موجودة بطريقة أو بأخرى. أنا حاولت أزيد اللوم علينا بشي محل كمان، يعني أنه كان ممكن نصنع إشي مغاير، وعلشان ما في كلمة لو أنه نصنع هذا المغاير الآن، أنه فعلا نزيد اللوم على حالنا ولا نقبل بالمفاوضات، وهذا بيرجعنا لحل الدولة الواحدة. واضح. أنا ممكن أتفق معك بقضية العالم العربي. العالم العربي يعاني من حالة ضعف بمجالات مختلفة، ما ندخل لتفاصيلها، يمكن هذا موضوع للقاءات أخرى. لكن الرجعية العربية، القيادات العربية اللي ما غيرت نفسها على مدار 70 سنة، ما قدرت تقرأ الوضع اللي موجود، هو بدون أدنى شك ترك أثر كبير جدا على الوضع القائم. الدول العربية كان أمامها، يعني كانت لا للحرب ولا للسلام ولا للمفاوضات. بعد ذلك بدخلوا في مفاوضات، ومفاوضات يعني اليوم هي موجودة في حالة جدا بائسة، إذا كان في حالها أو أمال أنه يكون في هناك سلام. يعني ما بيقرأوا الزعامة العربية، لا تقرأ الواقع قراءة دقيقة وصحيحة، ولا تستمع إلى صوت شعوبها. صح. هذه كمان نقطة مهمة جدا. وبالتالي هذه الزعامة العربية هي تتغذى وتتقوى أكثر وأكثر بدعم من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، اللي هي مرتاحة أن تكون زعامات مثل العهد السعودي اللي هو عمليا قاب قوسين من أن يعترف بإسرائيل، أو من دول أخرى اللي مستعدة هي بنفسها تعترف بنقل السفارة إلى القدس. لذلك موضوع العالم العربي هو بالفعل حالة بائسة، ولكن أنا بقى أؤمن بأنه الشعوب العربية فيما لو أتيحت لها فرص وفسح من التحرك بإمكانها أن تحدث التغيير، أولا الداخلي في أنظمتها، وثانيا الخارج. يعني المسألة مش متعلقة فقط بدول عربية بما يجري فيها، ولكن ما ينعكس ذلك على القضية الفلسطينية. اليوم احنا شايفين انه من يدير الصراع هم فقط الفلسطينيون. دكتور جوني، اغنيتنا مثل كل مرة يعني، والحديث يطول بكل تأكيد، وما بكفينا هذا الوقت معكم. أهلا وسهلا فيك في هذا النهار دكتور جوني. شكرا دكتور جوني منصور. ومن هذا الموضوع مشاهدين هيك نقطة تحول وإلى مواضيع أخرى، مستمرين بفقراتنا المخططة لهذا اليوم. رح نتابع مجددا فقرة مسجلة مع أخصائية الطب البديل والتغذية السيدة سهير منير سلمان، عملت هذا التقرير زميلتنا نورهان، ونتحدث مجددا عن نمط الحياة الصحي والسليم بالذات في الشهر الفضيل. نتابع. هاي روكا اللي هي جرجير. الجرجير فيه كتير فوائد، أهم فائدة بالجرجير إنه هو مدر للبول. في كمان بقلة أكيد. البقلة كمان على فكرة فيها أوميجا 3 أوميجا 3، هاي مش كتير ناس بتعرفها، فيها نسبة مش عاطلة يعني من أوميجا 3، كتير منيحة. والبقلة طبعا موجودة بكل محل، يعني بكل محل، حتى بتطلع بالوعر وبالمحلات الجبلية. بدنا نحط معها خس. بس لا لحظة شوي، هات نرجع شوي على الأوميجا 3. أوكي. إيش فوائد الأوميجا 3؟ يعني أنا كتير بعرف إنه بعطوه بنصحوا فيه ياخدوه زي الكبسولة. مزبوط، بس ياخدوه كبسولة بس. يعني الأوميجا 3 أهم فايدة، أول شيء هو منيح للغدة الدرقية، للدرقية للتايرويد. هاي كتير، هاي أهم فايدة فيه. يعني موجود بزيت السمك، للأسف إحنا بنأكل شيء كتير أسماك يعني، وإذا قد ما بنأكل يعني قد ما بنأخذ نقدرش نأخذ الكمية المطلوبة يعني. فإحنا ممكن نأخذه من البقلة مثلاً،
ممكن ناخده، بالذات بالسلمون موجود كثير، نسبة كثير منيحة، موجود أكثر شيء بالأسماك. وممكن إذا ولا إذا بدنا ناخذ زيادة فبناخذ على جرعات اليوم من الصيدليات اللي هو موجود، ببيعوه بكبسولات كثير منيح. هلا انا بدي اعطيكي، بديش اعطيكي ايش الصعب، البقدونس انا بفرمه وانت بتفرمي الخس. لا انا بعرفش افرم البقدونس. تمام هي احنا انا بفرم البقدونس عنك وانت بتفرمي الخسه، بدي اضيف عليها. الميزه نورهان انه لما بيكون الاشي موجود بالحديقه عندك بالجنينه طبعا مش مرشوش، فيهوش مواد كيماويه، وهي اهم شيء، يعني انه يعني طبعا مش صدفه اليوم الامراض عمالها بتكتر. هلا انا بفرم البقدونس، مش ناويين نعمل طبوله، فبنعمل البقدونس فرم خشن شوي مش ناعم، وبديره فوق السلطه. طب عندي اسالك، انا كثير بسمع انهم بالبقدونس مثلا بحطوه في مي وبغلوه، مثلا ايش الفائده من هال؟ بتساعد على اول شيء، بتساعد البقدونس على النفخه، كمان مشاكل المعده البقدونس كثير منيح، للي بيعاني من مشاكل بالبول، للي عنده التهابات بالكلاوي، للي عنده حجار بالكلاوي، البقدونس يعني مجرب ونعمل على تجارب كثير ناس ممكن ينزل حصى البول، خاصه انه اذا بيكون بعده رمل يعني مش حجار قويه، فالبقدونس كثير شيء مفيد وكثير منيح انه ينشرب. يعني كمان هو بنقي الجسم. طبعا بنقي الجسم يعني معروف كثير منيح، وما حطيناش كثير، حطينا بس خس وحطينا نوعين خس وحطينا الروكات اللي هي الجرجير. كمان مره في عندنا هون الليمون، بحط برضه نفس الشيء، معلقه من كل شيء، معلقه حامض، معلقه بلسمي، مش بالضروره طبعا اللي ما بحب طعمه بينفع ما نستغني عنه، بس انه شيء هيك مش هلا. احنا كمان مره انا بقول انه احنا ممكن نستعمل السلطه كوجبه، ممكن اضيف لها نشويات، يعني ممكن اضيف لها معكرونه، ممكن اضيف لها حمص، ممكن اضيف لها عدس، ممكن اضيف لها شو ما بدكم، فهي بتكون وجبه وجبه منيحه. خبز فتوش طبعا بنحط عليها بندوره خيار، تقسم بندوره، بتعرفيش تقسمي بقدونس بس اكيد بندوره بتطلع بايدك. خبز فتوش كل شيء ممكن ينحط عليها، خيار ايش ما بدكم بتقدروا تحطوا عليها. كمان للمعلومات انه الخيار كمان فيه كثير، الخيار والخس خاصه فيه نسبه مي اللي هي مش بطاله، مي كثير منيحه. فكمان انا بنصح بانه ناكله على وجبه السحور. هلا في ناس بتقول انه صعب عليها اقوم احضر سلطه بالسحور، بفهمهم، مش مفروض نحضر سلطه بالسحور، بنحضرها قبل، بنحطش عليها ولا اي نوع شيء، ولا ملح ولا حامض ولا شيء، بتضل فريش بس من طولها، بنحط عليها التوابل يعني هي تتبيل التتبيل اللي بتخليها تدبل. لانه التتبيل اللي بتخليها تدبل بنتنازل عنها. بالمجمل هلا احنا بنحط عليها بندوره، ما حطيناش ملح بالسلطه، رشه ملح صغيره بحط، ما بحطش كثير، وهون كمان رشه ملح صغيره، وهيك عندنا. هلا بنحط البندوره تساعدك شوي، اليوم حتى بالمطاعم بيقدموا وجبة هاي سلطة، وجبة لحالها رئيسية، أو ممكن نضيفها ممكن نحطها لحالها كيف ما نحب. هون طبعا هاي خضرة، بس خضرة ما حطيناش عليها ولا أي إشي حلو من الفاكهة، طبعا بينفع ينضاف لها جوز، بينفع ينضاف لها إيش ما أنتوا بتحبوا. وهيك عندنا كمان نوع سلطة جاهزة ولذيذة مغذية ممتازة. طب سهير هيك بس هيك تلخصي لنا عن أهمية السلطة في وجبتنا، تكون غير إنه أنت حكيت إنها منفع تكون وجبة رئيسية، بس كده كمان مهم تكون جزء من الوجبة بتاعتنا. يعني هي كمان ممكن تكون وجبة كاملة، وجبة لحالها أول إشي، مش بس جزء من الوجبة، جزء من الوجبة أكيد. كمان هلا بدي أعطيكوا شغلة هيك للناس اللي بتعمل اللي
حابة تنزل من وزنها أو مات وتعمل ريجيم، أنا كلمة ريجيم بحبهاش كتير، بس على القليل أقول إنه عايش نمط حياة صحي، إن هاي أنا أكتر بآمن فيها. وجبة السلطة منيح إنه نبلش بوجبة السلطة، يعني إذا أنا بحط صحن يعني نص الصحن نحطه سلطة والنص الثاني نحط شو ما بدنا. حلو. فأول إشي نكتر من السلطة، فالسلطة ممكن تكون وجبة كمان تعطينا مجال إنه ما نأكلش كتير، يعني بعد نأكل شوي شوي، خاصة الصايمين نورهان. يعني الناس الصايمة بتعرفي بتفوت وبتصير بدها تأكل من كل إشي، فعشان هيك أنا بقول مش لازم ننوع كتير على الطاولة، يعني صحن سلطة وكمان طبخة أو تنتين ماكسيموم، فكتير بيكون أفيد وبيكون أفضل. والسلطة طبعا فيها كل الفيتامينات والعناصر الغذائية موجودة فيها، غير إنه فيها سوائل وبتخفف من حدة العطش. حلو. إذن فقرتنا اليوم كانت عن الخضار اللي تزرع في البيت اللي إحنا منفع نزرعها ونفع نحضر منها سلطة. شكرا لك سهير كتير على استضافتك. أهلا فيك. ومنتأمل إنه فدنا الكل. هلأ نضبط يلا. رجعنا ومن فقرة التغذية رح نتحدث كمان عن نصائح. بلش تحكي مع خولة بالنصائح. انا وياها ومبسوطين ومكيفين، هاي سحرة النبض. رح نحكي عن موضوع جدا مهم كمان مثير للفضول، هيك علاقة يمكن الوان الطعام، مش عم نحكي على صبغات الطعام، الوان الطبيعية، الخضروات، الفواكه، على الفيتامينات. صبغات مضرة، مضرة كلها، حكينا مرة عنها. لا حكينا عنها. طيب رح نسمع نصائح من خولة عن هذا الموضوع، وأيضا عن السكريات والنشويات والكميات اللي فعلا جسمنا بحاجة لإلها بدون ما تسبب ضرر. صباح الخير خولة أرسلان. صباح الورد. أهلا وسهلا. يعطيك العافية، رمضان كريم علينا. أنا وعليك. أنا بعد مش شايفك من أول الشهر. صحيح. طبعا كيف الصيام معك؟ منيح؟ ممتاز لحد الآن إن شاء الله. كل عام وأنتم بألف خير يعني. يعني مصمدين. ممتاز. طيب كيف ما افتتحت عفاف احنا عم نحكي عن الوان الطعام، والالوان هي كلهم عبارة عن فيتامين معين كيف ما انا فهمت من النبذة اللي قرأناها. ايش بتقدر تفيدينا بهذا الموضوع بخصوص هاي الفقرة؟ طبعا اليوم الغذاء عندنا هو منوع يعني بشكل اللي هو كتير كبير، يعني في عندنا اليوم الخضروات، الفواكه، في عندنا اليوم البقوليات اللي هي بتحتوي على كتير من المعادن والمواد اللي هي يعني الجسم بحاجتها. فاللي بيميز الخضرة والفواكه بشكل خاص هي انها بتحتوي على عدد كبير من الفيتامينات يعني. فطبعا يعني كل فصل هو بيحتوي على انواع معينه من الخضره والفواكه اللي هي اكثر شيء بتكون يعني انه في موسمها. فمش بالصدفه انه بكل فصل، يعني مثلا زي عندنا بفصل الشتاء احنا نستهلك اكثر الحمضيات، يعني صحيح. اللي هي بالضبط يعني اكثر البرتقال، الحوامض، كل هاي الاشياء نسبه للفيتامين سي العالي فيها. فهذا الشيء بيعمل لنا وقايه من الامراض والنزلات البرد. صحيح. يعني وبقوي لنا المناعه. فعشان هيك مهم جدا انه اليوم الاغذيه يعني حتى للكبار وللصغار انه نعودهم على هذا الشيء، انه نرجع نشكل الصحن خلال اليوم بالوان مختلفه يعني بالغذاء وهيك. صحيح. طب هيك خوله حكينا على فتره الشتاء وطبعا يعني فيتامين سي والحمضيات، هسه احنا بفتره الفواكه الموسميه بكل الالوان وحتى الاشكال، اي فيتامينات احنا بنقدر ناخذ بهاي الفتره اللي بالتالي هيك كمان تساعدنا وتكون وقاي لجسمنا وحصانه من امراض اخرى؟ طبعا يعني اليوم احنا في فصل الصيف بحاجه لاكثر اغذيه اللي هي يعني تعطينا اكثر كميه من السوائل اللي تساعدنا على حتى انه تبرد الجسم، يعني حتى نتحمل كل هذا الطقس يعني اللي موجود. فاليوم احنا بنكثر اكثر يعني من الفواكه اللي هي يعني كثيره السوائل زي البطيخ، الشمام، اللي في عندنا كثير كمان الموسم الكرز اللي هو كمان كثير مفيد يعني لصحه القلب والوقايه من الامراض اللي هي يعني في الشرايين والى اخره. اليوم كثير مهم انه كمان نكثر من الخضروات اللي هي مليئة في السوائل زي كمان الخيار مثلا والفواكه اللي هي يعني
حافظ على انه نخزن السوائل خاصه في الشهر الفضيل الاسحار حتى انه نتفادى انه يصير عندنا امساك مثلا وكل هاي المشاكل. نسبه لانه احنا بنضلنا صايمين يعني لساعات طويله وبناكل بس يعني لكم ساعه لقبل الفجر. صحيح. فمهم جدا انه نكثر قد ما بنقدر يعني من الشوربات والخضار والنشويات مثلا اللي هي تعطينا كمان تمدنا بالطاقه وهيك. بس في المقوله على النشويات تحديدا انه النشويات مضره ومضره وانه نحاول الابتعاد عنها النشويات والسكريات، فانه ايش بنقدر نعمل؟ مزبوط يعني كثرتها اليوم يعني هي اكثر مما انها بتفيد هي ممكن تضر يعني. اليوم بنلاحظ انه مثلا للاسف يعني الاطفال بالذات اليوم مش متعودين ان ياكلوا الخضره والفواكه، يعني انه بالنسبه لهم هذا شيء اللي هو كثير بعيد عنهن، فاليوم بدوروا اكثر انه على الاشياء اللي هي سهله لتناول اليد، يعني بدوروا مثلا على الشيبس هاي الاشياء الجاهزه اللي هي كثيره بالنشويات يعني. صحيح. فالنشويات هاي كلياتها احنا لما بنيجي بنستهلكها فهي بتعطينا كربوهيدرات بكميه اللي هي كثير كبيره. الكربوهيدرات هاي عمليا بالجسم احنا لما بيجي الجسم بهضمها بحولها لسكريات، والسكريات لما بدها تعلى بالدم فهي بتعطينا افراط بالنشاط. فاليوم كثير بنربط يعني هاي المشكله عند الاطفال استهلاكنا اكثر لنشويات وسكريات على انه بيكون عندهم مشكله عدم الترسيب الحركة الزائدة بالفعل. فعمليا مهم جدا هنا انه الاهل ينتبهوا لانه كمان ينوع الغذاء يعني عند الاطفال يقللوا اكثر نشويات ويزيدوا اكثر الخضار والفواكه يعني يحببوهم فيها. طب خولة هيك اذا بدنا ندمج الموضوعين نرجع لموضوع كمان الفواكه الموسمية فيها فيتامينات مثل ما ذكرتي، وحلو كمان انه ننوع لاطفالنا كل الانواع كل الاشكال فعلا. بس كثير عم بيكون التخوف من كميه السكر اللي موجوده بالفواكه، وفعلا يمكن في تفاوت يعني اكيد مثلا المانجو او الاناناس فيهن اكثر من الخوخ او من فعلا. الكرز اللي ذكرتي انه له فوائد صحيه. مزبوط. تعي هيك نمر مرور سريع على بعض الانواع وانواع عن جد بتنصحي حتى للاطفال، لانه اليوم بيعانوا من السمن الزائدي انه هاي بالامكان تناولها مش بكثره ولكن بكميات معتدله. طبعا يعني اليوم قد ما بنقدر يعني نخفف من كل هاي الفواكه اللي هي كثيرة السكر يعني الحلوة الطعم، قديش بنقدر يعني انه ناكل اكثر مثلا فواكه اللي هي خضراء اكثر يعني زي مثلا التفاح الاخضر، التفاح بانواعه يعني مفيد جدا طبعا، طبعا قديش نقدر نكثر يعني من الكرز اللي هو ممتاز، المشمش لانه يحتوي على عناصر اللي هي كمان كتير ممتازة حتى انه كمان تعطينا احساس بالشبع يعني لفترة طويلة حتى خاصة المجفف يعني حتى انه يساعدنا على الصيام كمان اكتر يعني انه في خلال شهر رمضان. كل هاي الخضار والفواكه اللي هي يعني قليلة الطعم الخوخ الحلو مثلا يعني. الخوخ كمان ممتاز طبعا اكيد. الشمام والبطيخ فعلا انه كمان ينصح مريض السكري بانه يبتعد او ياكل كمية محدودة طبعا كتير بالذات الشمام والبطيخ. مشكلتين كمان هدول النوعين انه بسببوا كمان يعني مضرات للبول، فهذا الاشي يعني انه خاصة عن مريض السكر يعني قد ما بقدر كمان يخفف منها حتى انه كمان ما يصير عنده جفاف يعني معين، فمن غير اشي عند هنا البول يبقى كتير نشاط. ايش البديل لمريض السكري؟ قد ما بيقدروا يعني انه يكتروا من البقوليات يعني والاشياء اللي هي يعني تحتوي على يعني القشري حتى انه تحافظ على انه يعني كميات الياف اكثر تساعدهم على الهضم يعني اكثر وتقلل من البروتين يعني السكر في الدم يعني. فعمليا هون احنا بنلاحظ انه مرضى السكري بالذات يعني قديش احنا بنيجي بنقلل من النشويات قديش احنا بنقلل من افراز الانسولين هون بالجسم، يعني لانه لما الانسولين بده يعلى بالجسم فعمليا هون احيانا كثرته بتسبب هبوط معين. اوكي. فعمليا هون احنا لما بصير عندنا هبوط في السكر في الدم فعمليا هون بيسبب له عدم نشاط وتعب واوجاع راس والى اخره. هذا الهبوط بالضبط. بالنسبه للتمر بينفع يعني مريض السكر يتناول التمر ولا انه اكثر سكر فيه منه من البطيخ؟ اليوم التمر هو يعني انه مثلا اذا بنتناوله بشكل فردي هو بيجي بيعطينا اكثر كربوهيدرات وطاقه والى اخره، بس اذا بنيجي بناخذه بشكل زوجي فهو اكثر يعني بتحول لسكر بالجسم. فمهم جدا انه قديش طبعا كميات قليله يعني مش كثيره يعني من حبة لثلاثة لخمس تمرات باليوم يعني ما تتعدى هذا الكمية. بس في إشي غريب يعني ما مش فاهمها. أوكي إنه هي سنة ورسول عليه الصلاة والسلام حكى إنه بالفرد لازم تأكل التمر، بس المعادلة غريبة يعني إذا أنا بأكل
تنتين يعني بنخبط العيار، واذا بزود عليهم حبه ثلاثه بصير اوكي. فعلا يعني اليوم مثلا بما انك ذكرت يعني النبي عليه الصلاه والسلام، يعني زمان كان في عنده عادي اللي هي يعني بشكل يومي انه يتناول لحد 7 تمرات في اليوم مع مثلا كاسه لبن او كذا. فهذا الشيء بعطيه اول شيء احساس بالشبع. يعني كان يقول مقوله له شهيره انه البيت اللي فيه تمر ما بيجوع. ليش؟ لأنه التمر بعطي إحساس بالشبع كتير، يعني بالنسبة لاحتوائه على ألياف اللي هي كتير كبيرة، نفس الوقت يعني بيحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم، لهذا الإشي اللي بيساعد على حفظ السوائل بالجسم. فمهم جدا إنه يعني بشكل رمضان أكتر إشي بنصحوا فيه يعني التمر هنا. فكيف حكينا انه بشكل فردي هو اكيد حلو. المفضل اكثر. جميل رائع. طب خولة اخيرا، بما انه تحدثنا عن الفواكه بدنا نسمع رايك بموضوع سلطه الفواكه. يعني في بعض الاخصائيين اللي بيقولوا لا مفضل ناكل حبه من نوع واحد، ولا انه حتى ناكل كاسه من سلطه الفواكه، يمكن لانه بصير اكثر نسبه سكر في خلال تجهيزها. نسمع كمان نصيحتك للمشاهدين. صحيح، يعني زياده على يعني حكي الخبراء يعني بالموضوع هذا، يعني اليوم تستغرب يا عفاف، يعني الفاكهة إنك تكليها حتى يعني مع القشرة مثلاً وكذا، فهذا الإشي حتى للأسنان مفيد، يعني إنه بعطينا عناصر اللي هي حتى تقي من تسوس الأسنان. فعملياً الفاكهة نفسها إذا منيجي بناخدها منقطعها بالسكينة، فمجرد إنه نيجي نقطعها هي بتفقد من عناصر معينة اللي المفروض إنها تضل فيها. فعشان هيك أكيد مفضل إنه نكلها حبة كاملة يعني. وأخيرا أبرز نصايح للمشاهدين سريعا منك. طبعا مهم جدا إنه يعني أنا كتير بحب أركز على مشكلة الأطفال. اليوم إحنا كتير أطفال حتى ما بتشرب مي، يعني متعودة على المشروبات الجاهزة، أو مثلا هاي مية الألوفيرا، فأنا مش كتير بنصح فيها. يعني اليوم نلاحظ قديش بتحتوي على سكر حتى وصبغات طعام ورائحة. الألوفيرا إذا كانت طبيعية تحضر بالبيت إشي تاني، بس هاي الجاهزة في عليها إضافات طعمات يعني. طبعاً اليوم تغرينا يعني بالضبط، اليوم تغرينا كتير، واليوم نقول إنه ما هي مادة طبيعية للأطفال بيشربوها، بس بالعكس تماماً. يعني هاي بالذات تحتوي على حتى يعني بديل للسكر اللي هي بتكون خطيرة أكتر من السكر نفسه. فمهم جداً إنه نرجع نعودهن على الأشياء الطبيعية. يعني لو نعملهم بالبيت مثلاً بريق اللي هو مية مثلاً حامض ونعنع وهاي الأشياء، هاي صارت مي مع طعمة زي اللي بتنباع بالدكانة بس طبيعية أكتر. مهم جدا إنه نرجع ننوع لهم غذائهم. يعني صدقوني إحنا المثال للأطفال، إذا إحنا بناكل قدامهم هاي الخضار والفواكه بتصير عادي عنا، فهن كمان بتمثلوا فينا وبصيروا كمان يستهلكوها أكتر. نشكر حضورك معنا خولة المعالجة في الطب الصيني ومحاضرة في شبكة كليات ميديكال. خولة أرسلان بنشوفك الشهر الجاي لأنك مسافرة بالسلام إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. ومبروك. يبارك فيك وسلام. شكرا خولة، رمضان كريم. وهيك مشاهدينا رح ننتقل إلى قضية أخرى مش بعيدة عن الخضار والفواكه. بدنا نتحدث عن أضرار اللي عم تسبب للمحاصيل الزراعية، تحديدا في سهل البطوف في بلدة كفر مندا. عدد من المزارعين اشتكوا من موضوع تدفق مياه المجاري على الحقول والمزروعات. طبعا مثل ما عم نشوف بالمشاهد على الشاشة، هاي المياه الملوثة غمرت المحاصيل الزراعية وأدى إلى مكروهات بيئية، طبعا ناهيك عن التسبب بأضرار للمحاصيل الزراعية. حاليا رح ننتقل في بث مباشر إلى بلدة كفر مندا، وينضم لنا المزارع السيد مصطفى عبد الحليم ليحكي لنا أكثر عن هذا الموضوع. صباح الخير أخ مصطفى. صباح الخير. أهلا بك، صباح الخير والخيرات لك. المسألة هاي كلها كيف تمت؟ كيف يعني فجأة صحيت مرة واحدة من النوم ولقيت مياه الصرف الصحي متدفقة للمحصول الزراعي؟ هاي المسألة احنا بنعاني منها من سنين لورا، وعدة مرات توجهنا للسلطات المعنية اللي هي تأكيد المياه وللمجلس المحلي، وما حدا التأكيد بنروح على التأكيد بيقولوا لنا المسؤول المجلس المحلي عن المياه الصرف الصحي بالسهل، بنروح على المجلس بيقولوا لنا التأكيد. أنا السنة اللي فاتت كان عندي نفس الإشي بنفس الوقت هذا، معدل كل شهر والثالث الوديان بتفيض. في منطقة بأول طريق العزير أول آخر البلد في مشفوات بتظل تخرب وتفيض المياه على السهل وبتغبر المحاصيل زي ما أنتم شايفين وراي. نعم. طبعا صحيح توجهنا لهن. يوم انا لما صارت هاي المشكله حكيت مع التأكيد،
قطيتهن بلاغ الساعة 11 بالليل إنه واحد اثنين كذا كذا قاعد المي صارت بدها تصل الأراضي الزراعية. اللي حكيت معه قال لي أنا ببلغ المسؤولين بس بحب أقول لك إنه مش راحين نقدر نيجي إسا إلا غير لبكرة. أي ساعة أجوا ثاني يوم؟ أجوا على الساعة 11 الظهر. كانت المي صارت غامرة الأرض وراي زي ما أنتم شايفين هاي بقايا. لو كان التصوير قبل يومين كانوا تشوفوا البحر من مية المجاري. مش بس أنا، عدة مزارعين حوالي اللي هن تأثروا. في عندي جار إلي جار عنده حقل نعنع هون مني ولفوق اللي صار له من قبل شهر شهر ونص فضت المي كمان مرة، صار له من هذاك الوقت مش قادر يفوت على الحقل النعنع عنده. يعني الواحد بطل يعرف حالنا شو بدنا نساوي، يعني من لمين نتوجه. عندنا هون بآخر الطريق هاي في عندنا واحد من الغرفات اسمه أبو مصطفى عنده ريفت، حطت مواسير، سكرت المواسير عنده ومش مخلي حدا يفوت يشتغل جوية الصور عنده. بنروح غير تنا إسا توجهنا له، إسا توجهنا له وحكينا له وافق إنه نفوت نشتغل عنده، وتوجهنا للمجلس المحلي إنه الزلمة موافق إنه نفوت نشتغل من عنده من جوا من الصور. بنفس بالنسبة للأضرار اللي بتصير، أنا عندي شكوى من العام من السنة اللي فاتت ب100,000 شيكل ضد التأجيج تاعت المي. واليوم احنا كل مزارع طبعا بركل على المحصول تبعه من شان يعيش ويربي اولاده. انا هذا الضرر اللي عندي اجى على الزريعه الصغيره اسا، لو كان في لو اني ما لحقتش لهذا وجبت تراكتور واشتغلت كان فاتع في عندي اخرى حدها قطعه ارض مزروعه خيار وشمام وبطيخ. كانت ضررت، كان لما فدا وفاتت عليها هاي ميه المجاري كان انا السباح صفي ولا إشي. طب أستاذ مصطفى، الدخل أستاذ مصطفى، حضرتك ذكرت إنك توجهت لأكثر من جهة ولكن ما في أي حدا عم بيجي وبأخذ مسؤولية وبالتالي عم بحللكو هاي المشكلة، وأيضا عم بيكون في أضرار مادية وأضرار على المحاصيل. يعني شو خطتكو كمزارعين في المنطقة تحديدا في بلدة كفر مندا؟ هل في باب آخر رح تطرقوا لحتى يقدروا يلاقولكو حل؟ احنا اسا بلشنا نتوجه على محطات التلفزيون، بدنا نجمع امضاءات من كل الفلاحين اللي بالسهل ونقدم شكوى باسم جمعية الري تاعت السهل عنا ضد التأجيج وضد ضد المسؤولين كلياتهم. اذا المجلس المحلي اللي مسؤول هو بتحمل المسؤولية، واذا التأجيج تاع المي التأجيج اللي فيه بدنا طرف يتحمل المسؤولية. انا بنفس اليوم اللي فاضت فيه المي عنا بالحقل اجى الاستاذ ابو اياد رئيس المجلس المحلي عندي المغرب على الحقل، هو كمان مزارع، وشرحت له الوضع وتعهد انه يحل لنا المشكله مؤقتا على حساب المجلس المحلي مع انها لا تخص المجلس المحلي. اللي ما هو قال لي بالحرف الواحد انه المسؤول عن هذا الشغل مش احنا، المجلس المحلي المسؤول التأجيج، واحنا في شكاوى بيننا وبين التأجيج في على اشياء كثيره، بده يحل لنا الشغله مؤقتا. بنتامل انه يصدقوا ويحلوا لنا الشغله مؤقتا عبالنا نخلي يخلصوا يحلوا الشغله على طول. بالنسبه للاضرار الماديه زي ما تقولي، اللي واحد اللي متشكي على التاكيد تقدر زي اللي متشكي على الحكومه. اوكي، لكن الحق يعني حق اخ مصطفى للتأجيد ضد التأجيد طبعا، بعدهم مش مقدمين ولا مكتوب للمحامي، يعني المحامي بعث لهم المكتوب بزيته المكتوب بعبروش المحامي. راح نتابع هذه القضيه بكل تاكيد اخ مصطفى عبد الحليم. يعني زي اسم نعم. انا هاي الارض اللي خربت وراي بدي اجبر اقيم النايلون واحرث اخرى مره مفهوم. واتاخر 50 يوم بالمحصول تبع الموسم ما بده يتاخر 50 يوم. طيب والاضرار والاضرار على حسابكم الشخصي. طلاب جامعيات نعم بتعلموا بالجامعه نعم، يعني مش فاهمين يعني الواحد بطل يقدر يتحمل ولا شو بده يسوي. يعني انا صحيح لما حكيت مع تاعي التأجيج اول مره وقال لي هيك، وحكيت معه ثاني يوم نعم. الصبح وقال لي الله ريتك تغرق انت واهلك كلياتهم. هاد كان رد فعل نعم. كيف موظف تأجيج، موظف تأجيج بقول لواحد ريتك تغرق انت واهلك لما قلت له الارض غرقت عندي. طيب. انا بطلت اقدر اتحمل يعني هذا الشغل تبعك، وكل شهر كل جمعتين كان فاض ود الفضل الواد علينا. نعم. يعني احنا واضح الناس بدنا ناكل بدنا نشرب طبعا. استاذ مصطفى، اخ مصطفى نعم، هاي مخالفة طبعا قانونية بكل تأكيد. احنا رح نتابع هذا الموضوع، يا رب صوتكم يوصل بكل الإذاعات المرئية والمسموعة. كنت معنا مباشر من كفر مندا مصطفى عبد الحليم. ان شاء الله هذه القضية رح تنحل وقريبا جدا وفي العاجل. نعم، يعني هاي واحدة من الأضرار فعلا
اللي عم بتسبب كمان يعني أضرار مادية على المزارعين في المنطقة. دائما رح نتابع هاي القضية وإن شاء الله بوصلوا لحل. نعم، كرة قدم بعد الفاصل. صباح الخير. أما الآن في الاستوديو رح نتحدث مع زميلنا الإعلامي مرشد بيبار عن كل موضوع، طبعا رح نتطرق للمونديال واللي بيكون بانتظارنا بعد أسبوع من الآن بتزامن مع عيد الفطر السعيد بالخامس عشر من حزيران. أما بداية ضجت الصحف والمواقع بقضية الأرجنتين، المنتخب الأرجنتيني وذهابه إلى إسرائيل وتم إلغاء هذا القرار. صباح الخير مرشد. صباح الخير. يلا تفاصيل عندك بالتفصيل المفصل. تفصيل مفصل. تعال نبدأ في البداية المباراة، نحكي شوي عن المباراة، كيف بدأت المباراة. المباراة أقامها منظم خاص، كان من المفروض أنها تقام في حيفا في استاد سامي عوفر. يعني لما بنحكي خاص يعني يعني زي اي منظم ممكن يجيب اي مغني عالمي، متعهد. اوكي، متعهد بيجيب مغني عالمي، جاب فريق الارجنتين. هذا المتعهد جاب كثير اشياء على اسرائيل، كثير امور، جيرو دي ايطاليا. هذا المتعهد هو اللي جابه اسرائيل. المباراه كانت من المفروض ان تقام في حيفا في استاد سامي عوفر، ولكن قرر من قرر، وإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ميري ريجيف وزيرة الثقافة والرياضة، قررت نقل المباراة إلى القدس. بهذا القرار اضطرت وزارة الثقافة أن تدفع 3 مليون دولار زيادة فقط من أجل نقل المباراة إلى القدس. ففعلا كان هناك معارضة من المنتخب الأرجنتيني لنقل المباراة في البداية، ولكن تم دفع أموال، حتى أنه يعني قبل يومين أو ثلاثة تم تحويل مليون دولار إلى الاتحاد الأرجنتيني من أجل الضغط، لأنه كان هناك حديث عن إلغاء المباراة. فتم نقل المباراة إلى استاد تيدي في القدس، فقامت هناك العديد من المظاهرات، PDS، فعالين فلسطينيين، رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل رجوب، فكان هناك العديد من المظاهرات والتنديدات لنقل المباراة إلى القدس. في الأمس ليلاً يقال أن من اتخذ القرار بإلغاء هذه المباراة هو ليو ميسي ماتشيرانو، اللي طلبوا بإلغاء المباراة لأنهم لا يريدون إنه دمج السياسة مع كرة القدم، مع إنه اللي بيحكي أنا حسب اللي بيحكي إنه لا ليس هناك دمج بين السياسة وكرة القدم، فهو شوي مش فاهم الموضوع. السياسة بتدخل بكل شيء، بالذات في بلاد حتى لكن أراد أن يسير على خطى مارادونا، وهذا السبب الأساسي لقدوم ميسي أو إرادة قدوم ميسي. إنه بال86 فازوا بالبطولة بعد زيارة الأرجنتين إلى إسرائيل. ولكن ميسي كان بإسرائيل، كان مع برشلونة وكان بزيارة إسرائيل، وهذا هو. فتم إلغاء حاليا المباراة ملغاة، لن تكون هناك مباراة، هناك حديث عن تعويض مباراة بعد المونديال مع منتخب الأرجنتين بإسرائيل وبالأرجنتين. طبعا الشبكات الاجتماعية ضجت بالموضوع. نعم. هناك العديد من الأشخاص، سنتطرق لاحقا. نعم. إلى الشبكات الاجتماعية. النائب والإعلامي وأيضا بقبعة المحلل الرياضي، وله باع طويل جدا في عالم الرياضة وصوته كان يعني بصدى أكثر. صحيح. من عالي وواسع في بيوت الكثر منا وفي الشوارع العربية، السيد زهير بهلول. أبو عادل صباح الخير. أهلاً دورين. صباح الخير. صباح الخير. رمضان كريم. أهلاً بداية. رمضان كريم إن شاء الله. الله يخليك. أوكي، كمان تفاجأت بقضية إلغاء المباراة أم كان متوقع بالنسبة لكم؟ لم أتفاجأ، لأن مجساتي قد أشارت إلي بأن هذه المباراة هي تحت علامة استفهام كبيرة، بدءا من خلط السياسة بالرياضة ونقل هذه المباراة من حيفا إلى القدس، وبخاصة بأن
نجوم فريق أو المنتخب الأرجنتيني والمدرب سان باولي لم يتحمسوا كثيرا من زيارة الأرجنتين إلى البلاد، سيما وأن المشاهد التي يعني يستيقظون عليها من البلاد هي مشاهد فيها مواجهات، فيها اقتتال، الحدود الغزية دامية، وهناك استشهاد لمواطنين، وهناك استخدام لبنادق وأسلحة وما إلى ذلك، وهناك طبعا الطائرات الورقية. يعني ليس هناك هدوء بشكل مطلق في إسرائيل. هذه المشاهد التي تظهر أمامهم تخيفهم وتجعل منهم يعني يترددون كثيرا بالوصول إلى البلاد. ولكن أعتقد بأن السبب الرئيسي هو أن ميري ريجيف وزيرة الثقافة والرياضة استخدمت كل هذه المباراة وكل هذا الحدث الكبير والمهم لعشاق كرة القدم لمآربها السياسية الصرفة. طبعا نعم. أبو عادل، زميلنا الصحفي مرشد بيبار حابب يطرح عليك أيضا بعض الأسئلة في هذا السياق، تفضل مرشد. صباح الخير أستاذ زميل. اتحاد كرة القدم في إسرائيل طالب بإقامة لجنة تحقيق بهذا الشأن، هل الموضوع فعلا بحاجة إلى إقامة لجنة تحقيق؟ إن كانت هناك حاجة لجنة تحقيق فال يعني الإنسان الأول الذي يجب عليه أن يمثل أمام لجنة التحقيق هي الوزيرة ريجيف، التي كما ذكرنا أولا تحولت الأموال العامة بقيمة 2,700,000 شيكل لصالح المبادر، وهو طبعا شخص اعتيادي حاول أن يجني ثمار نقل هذه المباراة من حيفا إلى القدس، وهذه عملية مستهجنة، ومراقب الدولة كان قد أتى بممثليه إلى الكنيسة وقد قدمنا الكثير من الأسئلة الحرجة له بالنسبة لنقل هذا المبلغ، وبشكل أعتقد بشكل لا يتماثل مع الصحة الجماهيرية، إنجاز لي أن أقول ذلك. هذا واحد. ثانيا، لماذا نقلت هذه المباراة إلى القدس رغما عن مطالبة المنتخب الأرجنتيني بإقامة هذه المباراة في سامة عفر في حيفا؟ وثالثا، كيف وضعت تحت تصرفها 200 كرت أو تذكرة دخول لإرجاع هذه الكروت؟ أو هي لم تقم، بل الأشخاص قاموا بإرجاع هذه الكروت. نعم، هم أرجعوا، ولكن عملية المصادقة على نقل أو على استحواذ 200 كرت ونيف هي عملية غير قانونية، على الأقل لا تندرج مع العرف المتعارف عليه. وهناك الكثير من التجاوزات، هي مثلا اشترطت بأن عليها أن تنتقل من المدرجات إلى الربيع الأخضر لمصافحة ميسي ومصافحة المنتخب أفراد المنتخب الأرجنتيني، وبالإضافة إلى ذلك لربما ما كان بنيامين نتنياهو يريد أن يجني أيضا ثمارة وصول المنتخب الأرجنتيني الأسطوري إلى البلاد لمصافحة اللاعبين. هم أرادوا أن يجنوا الكثير من الأرباح غير النزيهة من خلال هذه المباراة. إذن والنتيجة الحتمية هي أن من يجب أن يمثل أمام لجنة التحقيق إن شكلت لجنة التحقيق هي الوزيرة ريجيف. إذن أدخلوا السياسة إلى كرة القدم وهذه هي النتيجة. نستغل وجودك معنا بسؤال أخير، سؤال رياضي، من هو مرشحك للفوز بكأس العالم؟ تختلط، بتضحك عفاف، تختلط يعني التحليلات المهنية والعشق لدي، يعني تختلط الأمور ولا أستطيع أن أفصل ما بينهما، لأن في نهاية المطاف إنسان وله طبعا ميول. نعم. الميول منذ نعومة أطفالي كانت للمنتخب البرازيلي، وأنا أعشق المنتخب البرازيلي. صدمت ودهشت حينما صفق المنتخب البرازيلي في المونديال السابق 1-7 أمام الألمان، وكنت على وشك أن أدخل إلى المستشفى لتلقي العلاج النفسي بسبب هذه النتيجة الساحقة. ولكن رغم ذلك أعتقد بأن المنتخب البرازيلي حتى رغم هذه النكسة هو لا يزال المرشح رقم واحد لدي. كما قلت، أنا أخلط المشاعر والتحليل المهني. طبعا. نشكر لتواجدك معنا هاتفيا في هذا الصباح السيد زهير بهلول، وإن شاء الله نراك قريبا ونجتمع يعني في خيمة مونديالية إن أردت. يعني استوديو صباحنا غير طبعًا. أكيد هيك نرجع المشاهدين لذكريات التحليل الرياضي بالزبط. من قبل طبعا النائب زهير بهلول. ألف تحية لك مرشد. سؤالي هيك صار عندي فضول، يعني لما حكينا أنه ميري ريجيف كانت نوعا ما
يعني المحرك الرئيسي لانتقال المباراة الودية من حيفا إلى القدس، بتعتقد رح يكون في هيك يعني أصوات من أشخاص مؤثرين بالحكومة اللي تعتب عليها أنه بنهاية المطاف المباراة ما تمت والفريق أو المنتخب مش راح يوصل؟ العتب راح يبدأ إذا ممكن نشوف عناوين الصحف مثلا بوالا هناك تساؤلات من هو المسؤول عن هذا الموضوع، حتى بواينت هناك استفتاء من هو المسؤول، ميسي وأصحابه أم ميري ريجيف أم البي دي إس. فعناوين الصحف بدأت تحاول توجيه أصابع الاتهام. هناك كم ردود عديدة عبر التويتر، مثلا إذا ممكن نشوف تويت أحمد الطيبي، فهو هناك نشر انه هاي تغريده دكتور احمد، فوز اخر لميسي 1-0 من هدف ذاتي للوزيره ريجيف، وفي بوست اخر عبر الفيس اظن قال ان منتخب اسرائيل على سبيل الفكاهه سيستضيف منتخب ماينمار، ومعروف ان ماينمار يؤيد اسرائيل في كل تصويت في الامم المتحده. الشبكات الاجتماعيه ضجت حول هذا الموضوع، تحول الى صراع سياسي اكثر، الى اسرائيل حولت مناكفات سياسيه، كل ما يتعلق باسرائيل اسرائيل حولت كذلك. الموضوع الى صراع سياسي. الوزيرة ميري ريجيف بتصرفاتها حولت الأمور. هنا نرى صورة لأشخاص إسرائيليين، من يريد ميسي في القدس، هناك راموس زار زيارة خاصة إلى القدس. حتى هنا تال شورر وهو صحفي رياضي في القناة الخامسة، هناك حديث عن سدايف وكدايف وهما لاعبين إسلام في بيطار يروشلايم في بيطار القدس اسف. هؤلاء اللاعبين لم يستقبلوا بشكل جيد في فريق بيطار القدس، الفريق الذي لا يحوي على اي لاعب عربي. سدايف وكدايف هم افضل من ميسي. شوف هالعنوان مرشد، يعني ترجمته خساره لاسرائيل فوز المقاطعه. بالضبط، فوز المقاطعه، الارجنتين لم تصل. اظن جبريل رجوب صرح، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكره القدم، صرح اذا ما كانت المباراه وبقيت في حيفا فلن نعارض على اقامه هذه المباراه، لن نعارض على اقامه المباراه في حدود اسرائيل الشرعيه المتعارف عليها في الامم المتحده. فانما تحويل المباراه الى القدس وتحويل ومحاوله كسب منافع سياسيه ان كان لريجيف او لنتنياهو، هذا حول إقامة المباراة إلى غير معقول أو غير ممكن. طبعاً. لا أظن أن حتى لو لم يتخذ منتخب الأرجنتين القرار الآن كان سيتخذه قبل المباراة. حسب رأيي القضية مش راح تنتهي هون، بتوقع راح يكون بعد في إلها تأثير وأبعاد، الحديث راح يستمر عن هذا. 100%. مرشد، نراك الأسبوع المقبل على مستوى التحليل الرياضي، بنكون جدا قريبين من فتح بوابة المونديال عام 2018 في روسيا. نشكرك في هذا النهار، وكل عام بخير. أهلا بك زميلنا مرشد بيبار. أما الآن رح نحكي عن زميلتنا نورهان، حضرت لنا تقرير عن ترميم في أراضي البطوف، إعادة المياه لمجاريها. هات نتابع هذا التقرير. في زيارة للعم أبو شادي إلى عين ناطف لتملئة المياه العذبة للشرب، تفاجأ بأن العين مليئة بالأوساخ وبأنها مهملة كلياً، فقام بنداء أهالي البلدة لترميم العين والمحافظة على أهميتها. عين ناطف هي عين البقاء لأهل عرابي اللي ما تشردوا بالـ48، بالفضل إلها ولعين البلد
ولسهل البطوف اللي بينتج القمح زوات البقاء، سميناه زوات البقاء لأنه ما هاجر من عرابي ولا واحد بالثمانية وأربعين، لأنه إذا تواجدت المي وتواجد الغذاء وتواجد الصمود والإرادة، من شان هيك بقيت عرابي بأهلها بعينها بسهلها بجبلها محافظة على تاريخها، وهاي الأهمية الكبرى اللي لازم الأجيال إنها تتعلمها من هذا الواقع اللي إحنا كنا عايشينه. فخر إلنا واعتزاز إنه نورث عاداتنا وتقاليدنا وموروثنا الشعبي للجيل الجديد، جيلكو أنتو الصغار. وأنا عندي مقولة، أنا بقول اللي ما إله تاريخ ولا إله جذور ولا إله انتماء لبلده لأهله لوطنه لشعبه سهل اقتلاعه، أول نسمة ريح بتقتلعه وما ما إله جذور. هاي العين أحد الجذور اللي إحنا متمسكين بيها، وزي ما أنتوا شايفين هذا الجبل وهاي الشجر كلياته كانت الناس تحط بهون وكانت تتعايش بسببه، يعني الطبيعة هي اللي إبقتنا على حالنا لليوم. الموروث الثقافي والتاريخي هو البرهان على الهوية الفلسطينية، هوية التراث والأجداد، وهو شهادة على صمودنا، فوجب علينا الحفاظ عليه. نعم، شكرا نوران على هذا التقرير. وأما الآن رمضان العشر الأواخر رح نتحدث في هذا العنوان، لكن قبل هيك رح نتحدث عن كل قضية الأماني، والأماني هي جدا واسعة، الأماني بين اثنين، الأماني للشيء نفسه، الأماني للرحمن، الأماني لكثير. ولا لا يا مبارك، صباحكم صباح الخير لك سيدة فتحية خطيب، أهلا وسهلا فيك. ومعنا كمان السيد أحمد الصح ناشط اجتماعي من عرابي، جيتنا أهلا وسهلا في حضرتك. أهلا وسهلا، تشرفتوا. رمضان كريم. رمضان كريم، ولقاء الفضائية الشعب مساواة. الله يخليك مبارك. الأماني نفتتح في هذا العنوان، إيش بتحطينا؟ وما أجملها من قيمة، قيمة ربانية، قيمة اجتماعية مجتمعية، هي من من أو من أسمى الفضائل عند الله، من أمن الإشي تحافظ عليه دون التصرف به، إشي مش إلك لغيرك، تمنت عليه لازم تحافظ عليه. حتى الرسول قال وأدوا الأمانات إلى أهلها، وقال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وعرض الأمانة على الأرض والجبال والسماء فأبين أن يحملنها وأشفقنا عليها وحملها الإنسان فكان ظلوما جهولا، يعني حمل صعب ولا حدا قبله غير الإنسان. أو آية المنافق 3، إذا وعد أخلف، إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان. يعني نشوف قديش الأحاديث النبوية والقرآن الكريم حث على الأمانة. وفي الإنجيل المقدس لا تجوروا في الكيل ولا في الميزان ولا في القضاء. الجور هو يعني حافظ على قديش الطب أمانة. بحلف يمين الدكتور. الأمانة إذا المالية اللي بتدعي عند الثاني أمانة، المناصب أمانة، يعني الصحفي أمانة، والسياسي أمانة، لازم تؤدى كلياتها، ما يكونش بيها غش، لأنه برضو في الإنجيل المقدس الغش مكرهة الرب. طبعا طبعا. أبو شادي عن جديد يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. وبدون شك أيضا الأمثال العربية الشعبية الفلسطينية تطرقت إلى هاي القيم الجميلة، وحضرتك أصدرت هذا الكتاب أكثر من 1400 مثل، صحيح دورات؟ كيف تصفحنا؟ تصفحنا وشفت الأول أنا، يعني طلعي كتير. الأب الأبوك الحصرم وابنه، والأبناء يدرسون والأباء يأكلون الحصرم والأبناء يدرسون. طلع في كتير، في كتير أمثال غريبة إحنا ما سمعناها في السابق. نحكي عن الكتاب بداية، كم من الوقت أخذ لك؟ قصة الكتاب
انه اجت بنت بالصف الرابع بتقول لي استاذ بدي 100 مثل شعبي. بقول له لو ايش؟ قال وظيفه مدرسيه. كتب في المقدمه هو، قال له في بالدنيا 100 مثل شعبي؟ شو هاي المعلمي؟ انا رئيس لجنه اباء عندي يعني، قولي لي مين هاي المعلمي. قعدت اسجل، ما اجيت انام الا انا مسجل 400 مثل شعبي. ومن هون اجت ال يعني الهدف والتشجيع من الدماغ. صرت اروح عند الكبار بالسن، وهون في الكتاب بالامثال الشعبيه في امثال لم تنشر في اي مصدر لا عربي ولا فلسطيني، بس ما شاء الله هو. عليك ايش اكثر مثل محبب على قلبك من هذول ال 1400؟ طلع عندي مرت عمي كانت تجمع بالتراث بالغناء ونضل حواليها، رحنا لعندها شو عاملة؟ ولو تقول حلي حمالك على المبارك. أيوة. باكل حلي وأنا بارك، شو بدي أعمل يعني؟ حلي حمالك على المبارك. كان اللي يروحوا الناس يتاجروا ينيخوا الجمل على المبرك تبعه. يعني شبهت حالها إنها كلها الحياة ويتركض الحلي هي القدرة الكبيرة وأنا بارك. او هذا اللي سجلته. رحت عند امي الله يعطيها طول العمر 90 سنه، بقول لها اعطيني امثال يما. بتقول يما انا تبعت امثال. اطلعت احكي معها اسجل، دونت 42 مثل في خلال اسبوع، وهي تحكي القصص القديمه وانا ادون الأمثال. ومن هيك أجا إسا استعجلت نشرت، وعندي 400 مثل أخرى، 500 مثل شعبي أخرى غير هذول. طيب رح نحكي مستقبلا إذا في كمان أبو شادي أعمال أو إصدارات مستقبلية. صحيح. صح. لا كمان أمثال أو لأمور أخرى. خلطوق من بارك، بما أنه هيك ندمج كمان الموضوعين، أكيد في بذاكرتك إن كان قصة شعبية مثل شعبي اللي كمان بحكي عن موضوع الأمانة وأهميتها وقيمتها الاجتماعية. نماذج جميلة جدا، أوفى من السماء وقال الكل بعرف هذا المثل أساسا. يعني في نماذج اللي هي يعني وانت تقريها بتشدك قديش يعني الوفاء. ضحى بابنه السما وقال، سما وقال هو شاعر يهودي جاهلي كان، بعدين اسلام، استودعوا امرؤ القيس على الدروع، فاجل ملك الحيرة الحارث بده الدروع، وقام ما ردش عليه السما وقال لانه هاي امانه حطها امرؤ القيس عنده. كان عنده حصن شهير اسمه الابلق، سما وقال بن عادياء، قام الملك الحيرة أخذ جيش الجرار بده يروح على الأبلق يأخذ على حصن الأبلق عند السماء والبن عادياء، يأخذ الدروع اللي هن أمانة من أمرؤ القيس. قام بسرعة سكر كل الحصن، ومين برا؟ ابنه للسماء. وقال أجوا الجيش هددوه، تنطينا الأمانة ولا تضحي بابنك؟ فضل يحافظ على الأمانة وقتلوا له ابنه. وصار يضرب المثل، صار يضرب أوفى من السماء. وقال في برضه مرة كان تاجر، أوصل الغلام اللي عنده قال له دير بالك هاي كلها الأقمشة بتبيعها، بس هذا الثوب القماش مخروم فيه ثقب، إن أجا حدا يشتريها أمانة إنك تقول له. أجا الغلام طمع وباعه زيه زي بقية البضاعة. أجا صاحب الدكان قال له شو بعت كل البضاعة؟ قال له قال له وهل أخبرت الرجل الذي اشترى القماش انه في ثوب مخروب؟ قال له لا. قال له ليش؟ قال له انا عارف. قال له طيب. قام تصدق بكل المصريات اللي نباع بهن هاي البضاعه عشان ما يكونش حرام انه هذا الثوب مخروم. ومره رجل باع بيت، قام الرجل الثاني اللي اشترى البيت عقار اشترى، لقى جرة ذهب، ارجعها للزلمه قال له هاي جرة الذهب كانت بالعقار. قال له انا بعتك الارض وما فيها، هي ملكك. قال له لا بصرش، انا بس دفعت لك حق الارض. قال له ألك غلام؟ قال له ألك بنت؟ للثاني المحكم راح عند القاضي، قال له زوجوا الغلام تبعك للجارية وأنفقوا عليه مال مال عاملكم مختلفين. وبرضو كثير في قصة مؤثرة، زلمة كان متجوز بالسر عن مرته زوجة ثانية، قام مات الزلمة فجأة، هي المرة ما كانتش تعرف، بلغها بعد ما مات إنه له مرأة بالسر كان متجوزها، أخذت لها حصة من الميراث وراحت الزوجة الأولى تطيل الزوجة الثانية. قالت لها لا بطلع ليش؟ قالت لها ليش ما انت؟ قالت لها طلقني قبل لا يموت. شوفي هاي شو أمينة. والثاني كمان والثاني يعني أمينة. وبعد في نموذج مرة واحد أقرض الثاني مال، قال له في شاهد؟ قال له الله شاهد. قال له في كفيل؟ قال له الله كفيلة. وسافر الزلم وأقرضه 1000 دينار، قام مات الزلمة.
قام سبحان الله ولله في خلقه شؤون، قام الزلمة قال ما له ما رجعش الزلمة من السفر، والله غير أحط هالألف دينار، ما هو أنا قلت الله كفيلي والله شاهد ولمين ما يطلعوا يطلعوا، حطن بشكفة خشبة ورماها بالبحر. مين ابن الزلمة اللي مات كان صياد، سبحان الله، قام مين لاقى؟ لاقى الخشب اللي فيها الدينار هن لابوه، عمله شاهد ربه هذا رجع المصريات لابن الزلمه. التقى بيوم من الايام قال له بتصدق شو سبحان الله، يتجاذب هيك اطراف الحديث، لا وانا رايح اليوم اصيد سمك لقيت خشبه فيها ألف دينار، قال له ولا وانا حطيت الا فلان الفلان كان مقرضني اياه وشهدت الله والله كفيل، قال له انا ابنه. الله يا الله, الله يا ريت الناس اليوم بعدها بتتعامل بهاي الامانه وهذا الوفاء، يعني هي حتى بتعمل محبه بين الناس وطمانينه وسلام، لانه خيانه الامانه بتخلي طبعًا المجتمع أكيد فاسد ومنافق. طبعا استاذ نحكي عن اهتمامك بهذا المجال بالامثال الشعبيه ويمكن دخول الى المراكز التربويه ايضا كمضمون تراثي عريق مثل هيك. الحقيقه انه التطوع والعطاء ما بيجي يعني هيك فجاه او بنشره من الدكان، هذا اصله تربيه نعم وتثقيف في البيت او بالمدارس. انا انسان يعني ما اكملت المرحلة الابتدائية تبعتي، عندي مؤلفة ثلاثة إسا بدهم يصدروا حكاية شعبية، قصص أنا ألفتها، شعر في كتاب على طرف لساني تحت الطبع، وهذا نما من 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 دافع رغبتي للتعليم اللي انحرمت منه. أنا بتجول بكل مدارس المنطقة، لا أقبل مقابل ولا كتبي تباع أو لا للمدارس ولا بحطها بدون مجانا بهديها، لأني مؤمن أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له. الحمد لله حصلنا على ولد صالح ولا صالح لنا الأماني والصدقة الجارية هي الكتب اللي ما يوم لا ينفع يعني مال ولا بنون. يعني أنا مآمن بتجول بكل مدارس المنطقة بالعطاء، حتى في رمضان يمكن اندعيت في مدرسي خلال 3 أيام 9 محاضرات لحالي وأنا صايم، وأروح وأنا مبسوط. الله. يعني ما شاء الله عليك، أنا إثمر أعطيت ثمرة بعدين في المجتمع، يعني بحمي المكنسة وبكنس أو بنظف المقبرة مقابر البلد، يعني وبدور بتجول بسعادة كاملة. قصة العين واللي أنا من 15 سنة ما شربت منها إلا منها، نزلت ولا زبالي ويعني ما بتليق، اطلقت صرخة مع العار يحيط بعين بلدكو، بأهل بلدنا ملاح بس بدك تحرك الضمير تبع الله. ما أجمل طاقاتك. تواصل معاي العشرات من صبايا ومن شباب ونزلنا على العين، حملنا القذرات، انفتحت الشهية. أجا واحد يعني شاب بقول لي أنا 40 سنة ما جيتش لهون، اللي بدك إياه حاضر. قلنا بدنا نفرد كركار، يعني شغلنا سيارات الكركار مع البوبكت مع المد، صارت الأبسكليتات تنزل تعبي مي. أقسم بالله مبارح واحد بقول لي الدعاوي اللي بتستدعي لها الناس إلك ما بتقدر تحملها أنت. هذا أسعدني إني أكمل بالمشروع، وجبنا خبير أثار ورافع أبو ريا، دكتور رافع أبو ريا، وبدنا نعيدها مع منطقة اللي تصير عنا ساحة للأهل للتراث، ورايحين نعمل حفلة تراثية وندعيكم إن شاء الله. إن شاء الله. وكله بمساعدة أهل الخير، بس بدك تلاقي البادرة من أهل الخير. يعني لابد أني أذكر مبارح موقف مؤثر، أجا عندي رئيس ما قبل أذكر اسمه من جيراننا، رئيس مجلس محلي سابق، شاف هاي الفعاليات العطائية المجانية شافها، ولا هو جايب لي مبلغ على الدار، وبدال كان مستعجل قعد عندي 3 ساعات.
يعني وشرحنا عن أهمية التطوع، أهمية العطاء بدون مقابل. رائع. يعني والحلو والحلو أبو شادي عم بتكونوا قدوة كمان لفئات الشبيبة وبالذاتك في شهر الخير. كنا عين كبشانة أهل الخير زي ما ذكر أبو شادي، تطوعوا ولو تشوفيها صارت مزار للسواح لأهل البلد، منتزه كل يعني إيش بيشانوا زرعوا الورود والأشجار حواليها وبينوا العين هيك بشكل تراثي جميل بنوا حواليها. يعني حتى الطريق الطريق ممنوعة إحنا نمدها قطار. استنجدنا بالبلدية، البلدية رئيس البلدية بعث معي مندوب موظف، ويعني شكر بدنا نقول شكر فيش كلياتنا أهل البلد. الله يعطيكم ألف عافية، ما شاء الله عليكم ونقدركم على عمل الخير أكثر وأكثر. إحنا بقى متبقى معنا خمس دقائق لنهاء هذا اللقاء المبارك، نتحدث عن العشر الأواخر بالشهر الفضيل، الطقوس الدينية، الطقوس الاجتماعية الإنسانية، أهمية هذه الأيام، الأناشيد الدينية حتى، والتجهيز لاستقبال العيد. هذا نبذة سريعة، وإن شاء الله وزبدة الحديث من المبارك طبعا. والأسبوع الأربعاء المقبل نتحدث على اختتام رمضان وأعيد الفطر السعيد إن شاء الله. تفضلي. طبعا يزيد فضلك، فضل إلها فضل كبير العشر الأواخر من رمضان. أساسا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أنزل فيه القرآن تحروا العشر الأواخر، لأنه كل ليلة مفردة 21 23 25 27 واجتهد العلماء وأجمعوا إنها هي بليلة 27 الشهر نزل القرآن اللي هي ليلة القدر، كانوا يحيوها. عائشة أم المؤمنين قالت إذا حلوا العشر الأواخر شد مئزرة، يعني خلص اعتزل النساء، الرسول شد مئزرة، أيقظ أهله وأحيا ليلة. كل الليل يصلي ويقرا قران، كل ليله كان يختمها، كل ليله كان يختم القران، كل ليله يختم القران، كل ليله كان يختم القران. والامام الشافعي كان كل ليله يختم ثلاث مرات بالعشر ايام. بعرفش انا من الموت اختم مره بكل رمضان. لا عن جد كيف هيك؟ لانه كل الليل يقرا قران. اللي حافظ القران بيقرا سريع، اهون صح، اهون من اللي اهون له كثير. مزبوط حكيك، مزبوط. اللي حافظ القران يعني كانه يمكن حافظ القران وهو مغمض يقرا السوره. صحيح. كان عندي خال 90 سنه يقعد واحنا قاعدين يعني القران محطوط على جنب ويقرا السوره كل اي 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 سوره دغري 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 ما شاء الله عليه. فمبارك باحياء الليالي العشر بقراءه القران بالمدائح النبويه. لو حصل الله منك رمضان شهر الجود والإحسان، وهيك بسرعة كأنه ما كان، وكانوا صبايا القرية. التوحيش ببلش من الليلة ولا بلش من امبارح؟ بالعشر الأواخر تمام. خاصة في الليالي الفردية اللي هي الليالي المتوقع يكون القدر. أسا ليش أجمعوا العلماء هاي معلومة لإثراء المشاهدين إنها بسبعة وعشرين سلام هي حتى مطلع الفجر، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما هي ليلة القدر. سلام هي حتى مطلع الفجر هن 27 حرف يا الله. إلا عشان هيك أجمع أنه بليلة 27 طبعا. علماء واجتهاد وإعجاز. نحكي من ناحية تراثية، هاي من ناحية دينية. من ناحية تراثية كانوا الصبايا يعملوا دمية تمثل الشيخ رمضان وهو يحتضر. يا حرام بنازع رمضان بده يموت، يحطوه يصيروا يبكوا عليه كأنه وداع رمضان، كأنه وداع. أيوة الشيخ رمضان له لحية بيضة يمددوا هيك ويحطوا يصيروا يعيطوا يقولوا مات مات رمضان. لا والله سلامته، حش من حشيش الواد حطوا على قامته. الحشيش الربيع بمعنى الشباب، حشوا من حشيش الوقت حطوا عقامته بلكي رجع شاب. أو مات مات رمضان لا والله سلامته، نادوا على تعيط عليه أخته، نادوا على فاطمة أخته تعيط على قامته. يعني تصور قديش يروحوا يدفنوه ويحملوه يدفنوه، يلحقوهن شباب البلد الصغار يتفرجوا بس صبايا ينزعجوا أنه هاي الطقوس إحنا إلنا خاصة. فجميلة جدا هي يعني، وزي ما قلنا التوحشات هي هيك بالمكبرات الصوت إلها، مش بس يعني يعني إنها ليالي ومباركة وفيها ليلة القدر اللي بدنا نحكي عنها الأسبوع القادم بشكل موسع ودينيا وكيف فيها، إلها طقوس دينية اجتماعية. طقوسها تبدأ فيها أكثر إشي زيارات الرحم مباركة بها العشر الأواخر، في الزكاة
طبعا الزكاة، الصدقات كلياتها بيطلعوها بهاي الأيام المباركة الجليلة بالعشر الأواخر ما شاء الله. وفي كمان قضية الاعتكاف بالمساجد، الاعتكاف يا من بقول لك لأنه بسرعة طبعاً كثير. الاعتكاف بالمساجد طبعاً. كانوا الاعتكاف هني بمعنى أنه كتظلك بالمسجد صايمة صايمة مصلية وتطلعيش منه شيء لغير لأمر ضروري، هذا الاعتكاف، البقاء في المسجد ليل نهار تقرا القران. ما اجمل الصلاه الحافلات على الاقصى يعني بالضبط كمان عشرات. شكرا على انك نوهت على كل هذا. واحد توفى له بالسنه بيطلع باص مجانا هو بفطر نعم. الموجودين مع السحور وان شاء الله يوم اثنين في باص ان شاء الله يا رب العالمين. الصدقات كلها من باب الصدقات هاي كتسيير القافلات والحافلات طبعاً. لشد الرحال للاقصى المبارك والافطارات الجماعيه ويعني كلياتها اسا بتلاقيهن العشر الاواخر حفاوه كلياتها ايمانا واحتسابا لوجه الله لانه اخره عتق من النار بالضبط. الحمد لله يعني الحمد على لله. كل شيء شكرا لك يا مبارك هذا الكلام عفوا من قصور كيف مره ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ليه لا بكل الحب. شكرا مبارك، شكرا أبو الشادي. الأمثال الشعبية رحلة العمر المباركة، وفي كمان اثنين موجودين وأيضا واحد قيد الطباعة كيف ما ذكرت لنا. شكرا لك وعلى هذه الطاقة إن شاء الله نوجه لكم دعوة في مهرجان البطوف. يعني خيرات البطوف طلعت إسا بس بسبب رمضان بيجوا بيشتروا للساعة 12 طبعا. الناس طبعا. أما بعدها بتظل الليالي للساعة 10 وفضائية مساواة إن شاء الله بشرفنا. الله يخليك شكرا. بشرفنا. شكرا. وفي شكرا. مثل شعبي عن الأمانات من أمنك لتخونه لأنه مأمن ومؤمن لا يتفقع. لو كنت خايف ما شاء الله. من أمنك لا تخونه لو كنت خايف صح. ومع هاي الكلمات الجميلة نوصل لختام فترتنا الصباحية. شكرا هواري مخرجنا لهذا النهار، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بكل فقراتنا. بكرة أكيد حلقة جديدة من صباحنا غير. سلامات.